حزني بصراحة يعني إن أنا أعمل المحاضرة دي وأنا دلوقتي معاكم هنتكلم في النقطة دي، وأتمنى ما تكونش too late يعني. تمام، نبدأ المحاضرة. هو إحنا عموما يعني إحنا كبشر عموما حياتنا كلها مبنية على التجارب. إحنا يوميا بشكل يومي بنمر بتجارب كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا. بعض التجارب دي بتكون الـ turning point في حياتنا أو نقطة التحول في حياتنا. دي اللي بعدها انت بتكون شخص معين، مثلا عندك افكار معينه، عندك معتقدات معينه، عندك وجهات نظر معينه. بعد مرورك بتجربه معينه ايا كان نوعيه التجربه، احنا عندنا في انواع كتير من التجارب، في التجارب الحياتيه العاديه عموما يعني اللي بيمر بيها معظم الناس، زي مثلا التعليم، الانتقال من المراحل التعليميه المختلفه مثلا من ثانويه لجامعه كمثال. اعتقد دي اكتر فتره بيحصل فيها تغير بدائي عند الناس يعني شويه، ان انت بعد السنه وفي مرحله الجامعه تبقى بتكون شخصيه جديده، بتكون في نضج اكتر وفي توسع فكري اكبر المفروض يعني. وفي الحاجات التانية برضو اللي بنمر بيها، في بالنسبه مثلا للشباب مثلا الجيش ده من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيه برضو، في بعض الناس بتخرج من الجيش بدل تيرنينج بوينت بالنسبه لهم، والجواز طبعا. التيرنينج بوينت برضه بتاع الجواز يعني، اكيد طبعا معانا ناس متجوزين فمش عايزين نقول الكلام مش كويس في حق الجواز. طبعا الجواز كويس كل حاجه، بس خلينا برضه نكمل في الموضوع بتاعنا. تمام، دي التجارب اليوميه او التجارب الحياتيه اللي بنمر بيها بشكل يومي تقريبا او كلنا تقريبا بنتعرض ليها. بس في تجارب من نوع تاني اللي هي بتكون تجارب صادمه شويه، بتكون متوقعة يعني مش بنكون عاملينها حساب يعني. من ضمن التجارب دي مثلا الحاجات دايما السلبية، ان انت مثلا اترفدت من شغل، صوت ولا حاجة. تمام، حصل مثلا انفصال في العلاقة بين حد انت كنت مرتبط بيه جدا. في الوقت ده دايما التجارب السلبيه او التجارب اللي بيكون لها تاثير سلبي علينا بيكون دي اللي عندها بيحصل التيرنينج بوينت. دي التجارب اللي بيحصل عندها التيرنينج بوينت، في الغالب بناخد فتره معينه عشان نتعافى من الموضوع، والفتره دي اللي احنا بنبدا نفكر فيها ان احنا نبني حياتنا او نغير وجهات نظرنا بشكل تاني غير اللي كنا عليه قبل كده يعني. ودي اصلا من ضمن اساليب من ضمن الاساليب اللي احنا بنستخدمها عشان نتعافى او نغير من نفسنا عشان ما نمرش بنفس التجربه دي مره تانية يعني. تمام، التجارب دي بقى بيحصل معاها حاجه كده اسمها في علم النفس اسمها اضطراب التكيف، اضطراب التكيف او الادجستمنت ديسوردر. اضطراب التكيف ده في علماء النفس برضو اطلقوا عليه اسم تاني اللي هو الاكتئاب الظرفي، اللي هو بيحصل في وقت معين خلال الفترة اللي انت بتبقى موجود فيها يعني خلال الفترة اللي انت بتمر بيها بالتجربة السيئة دي بيحصل حاجة اسمها الاكتئاب الظرفي، وده بسبب عدم التكيف مع الحالة اللي بنكون موجودين معاها، ان احنا مش قادرين نتيل مع الحالة دي، مش قادرين نفهمها بشكل كويس قوي، مش عارفين تبعاتها كانت عاملة ازاي، تأثيرها علينا عامل ازاي. فبناخد فترة كبيرة ممكن توصل لثلاث شهور عشان نقدر نتكيف مع الحالة اللي احنا بنكون موجودين فيها. فتقريبا دلوقتي احنا مر علينا حوالي 3 شهور او 4 شهور مثلا، يعني من اول ما الكورونا تقريبا بدأت تظهر عندنا بشكل كبير شوية. فدي اعتقد الفترة اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها قوي، او الفترة اللي احنا المفروض نهتم بيها اكتر من الفترات اللي فاتت، بسبب ان دي البيك بوينت عندنا، والمفروض دي تبقى التيرنينج بوينت عندنا خلال الفترة الحالية يعني. تمام، طبعا ده بيقابله حاجة يعني، بيقابله برضه تغيرات كتير جدا في حياتنا. الروتين اليومي بالنسبة لنا بيتغير تماما، عدد ساعات النوم بتتغير، ده بسبب طبيعة ان احنا طبعا التعليم توقف تقريبا بشكل كامل، ما بتخرجش الشارع خالص، الشغل معظمه بقى من البيت. كل الحاجات اللي انت كنت بتعملها بشكل روتيني، ان انت بتخرج مع اصحابك او تلعب رياضة أو تقابل حد مثلا أو تمارس عمل أو تسافر أو أيا كان الحاجة اللي كنت بتعملها، كل الحاجات دي اتغيرت في حياتك في يوم وليلة يعني. فهي دي المشكلة اللي بتحصل عندنا، إن في تجارب معينة بتحصل بتعمل
بتسبب او بتسبب تغيرات معينه في حياتنا بشكل مفاجئ، احنا مش بنقدر او مش بيكون عندنا سرعه ان احنا نكوب او نديل معاها في نفس السرعه بتاعتها. فمن هنا بيحصل اصلا التاثير النفسي علينا خلال الازمات اللي هي الازمات اللي بتحصل، الازمات او الصدمات المفاجئه بالنسبه لنا. تمام. طبعا معظم الناس برضو بيكون عندها خطط او اولويات معينه بيكون حاططها في دماغه. في ناس عندها ليست ماشيه عليها، في خطه اللي انا المفروض مثلا خلال الشهر الجاي اخلص حاجه معينه او اسافر في مكان معين او اقضي فتره معينه مثلا في مكان معين. بعد الفتره دي كل الخطط دي مع ظهور الصدمه او الازمه اللي احنا موجودين فيها بتبدا تتغير تماما. تمام. فده بيدخلنا في مرحله كده ان احنا مش بنبقى متيقنين هو ايه اللي المفروض نعمله الفتره دي او ازاي ننظم امورنا الفتره دي. تمام. فاللي بيحصل بقى ايه، في برضو مشكله بتحصل في حاله الادجستمنت ديسوردر عموما، يعني ان في ناس بتتعامل معاه بشكل خاطئ. يعني الادجستمنت ديسوردر ممكن ياخدك لطريق هيكون يعني الموضوع يبقى مقلق في الاول شويه وفي توتر كتير، في ضغط كبير واقع عليك، مش قادر تفهم الموضوع كويس او خدت وقت كبير عشان تكوب وذ ذا سيتويشن يعني اللي انت موجود فيها حاليا. وفي ناس تانية بتاخد توجه تاني اللي هو بيلجأ بقى للغضب، اللي هو بيتحول القلق او التوتر اللي موجود عنده لحالة من الغضب. يعني لدرجة لو انتوا فاكرين ان كان في فيديوز كده لناس اسيويين، ان هو الناس كانت مصابة بكورونا فكانوا بيمشوا مثلا في المترو كمثال، كان العمود بتاع اللي بيمسك فيه الناس في المترو كانوا بيحاولوا يعني يحطوا ايديهم كده على يعني على فمهم كده ويحطوا ويمسحوا في العمود بحيث ان اكبر عدد من الناس يتاذي. يعني فده نوع من الناس ان هو بيوجه الحاجه او المشكله اللي بتكون عنده، هو بيحس ان الحياه غير عادله بالنسبه له، وليه انا الشخص الوحيد اللي جاله حاجه زي كده، ليه مفيش حد تاني جاله، انا ما يعني عملتش حاجه غلط في حياتي. فده من نوعيه الناس اللي هو بقى انتي سوشيال، والادجستمنت ديسوردر عموما بيأثر عليه بشكل سلبي. فده من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده برضو او تاثير الاضطرابات او الصدمات اللي بتبقى موجوده في حياتنا يعني. تمام. في النقطه الثانيه برضو اللي محتاجين برضو نتكلم عنها هي المهام اليوميه. يعني المهام اليوميه مهمه جدا جدا الفتره دي، الحاجات الروتين اللي احنا كنا دايما بنهمله او الروتين اللي احنا كنا دايما بنحس بالملل ان احنا بنعمل حاجه بشكل متكرر، بنصحى في مواعيد معينه، بننام في مواعيد معينه، بنروح الشغل في ميعاد معين، بناكل في ميعاد معين. الحياه الروتينيه دايما كانت يعني دايما حتى يعني في علم النفس حتى دايما كان بيقول الحياه الروتينيه ان هي جزء كبير جدا من الملل. عشان كده الناس بتحاول تتخلص من الحياه الروتينيه دي ان يبقى في عندها هوايات معينه، ان تمارس انشطه معينه بشكل مختلف، تعمل حاجه بشكل مختلف، او تفكر انها تعمل اي حاجه تانية في حياتها بحيث الموضوع ما ياثرش عليها. يعني المهام اليوميه عموما او الروتين بيساعدنا على اداره الخوف، وبيساعدنا برضو ان احنا نتخلص من حته الفقدان السيطره. يعني اسوأ حاجه ان احنا بنمر بيها دلوقتي ان احنا حاسين بفقدان السيطره، ان احنا مش قادرين نسيطر على جوانب كتير جدا جدا من حياتنا، مش قادرين نفهم طبيعه المشكله اللي احنا بنمر بيها او ازاي اصلا او امتى المشكله دي هتنتهي يعني. تمام. وده طبعا بيزود علينا الضغط النفسي وبيزود القلق وبيزود التوتر علينا. من ضمن الروتين اليومي اللي احنا ممكن نعمله اصلا، يعني الحاجات اللي بتساعد فعلا عشان تقلل من حده التوتر او القلق اللي بيبقى موجود عندنا، لان طبعا احنا قدامنا دلوقتي حاجه مجهوله، مش عارفين الطريق النهائي ليها هيكون عامل ازاي او امتى نخلص من المرحله اللي احنا موجودين فيها. فمن ضمن الحاجات اللي هي المحافظه على الروتين، طب ايه طيب الروتين اللي احنا ممكن نعمله بشكل يومي انه ممكن يساعدنا ان احنا نحسن صحتنا النفسيه او نحافظ حتى على صحتنا النفسيه بشكل نسبي؟ هو عموما يعني عموما الموضوع الروتين اليومي عموما، إيه انت ممكن تحافظ على الروتين اللي كنت انت بتعمله قبل الفتره اللي كنت او قبل فتره الكورونا او قبل الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. بس في حاجة تانية برضو بتكون لها تأثيرات أقوى من الروتين العادي، سواء بقى كان مثلا كان شغل أو هوايات أو ما خلافه يعني. فمن ضمن الحاجات مثلا الرياضة من الحاجات المهمة. يعني دايما بتكلم دايما عن الرياضة، فعلا دي من أكتر الحاجات اللي لها تأثيرات على المستوى
العقلي والذهني والفكري وعلى المستوى النفسي والجسدي كمان. عشان كده الرياضة مهمة جدا 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 الفترة دي، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت يعني تمارس جزء معين من الرياضة. لازم برضه ان انت تتعلم حاجة، ان انت تحاول تحدد مواعيد معينة، او الروتين ما بيكونش روتين غير لما يكون ليه مواعيد محددة او مواعيد معينة بتكون بتعمله فيها يعني، او بتعمل التاسك دي ده فيها. تمام. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا، احنا طبعا فقدنا التواصل في الفترة دي او الاحتكاك المباشر مع الناس المحيطين بينا، وده سبب أزمة كبيرة جدا للناس، بالذات الناس اللي هو الاجتماعيين زيادة، اللي بيتأثروا دايما بالعدد اللي بيبقى موجود حواليهم، او بيحبوا يشاركوا دايما حياتهم اليومية مع المحيطين بيهم يعني. فالفترة الحالية عموما هو صعب جدا حتة التواصل ده. يعني في بدائل دلوقتي موجودة للتواصل زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده حاجة مهمة جدا ان انت تحافظ على التواصل مع الناس المحيطين بيك بشكل مستمر، وممكن تحدد مواعيد حتى للتواصل معاهم. يعني ده مهم جدا جدا. من الفترة الحالية اعتقد يعني الانشغالات بقت اكبر بكتير جدا من ما قبل الكورونا يعني، بسبب طبعا تغير الامور، وانت بتحاول ان انت تكوب او ان انت تحاول ان انت تتماشى مع الموضوع الموجود او الموضوع الحالي. التماشي ده بيخلينا نفقد اصلا حتة او رابطة التواصل الموجودة بين الناس. تمام. المشكلة التانية اللي في ناس كتير جدا ما بتكونش واخدة بالها منها، ان الناس دايما بتتعود ان انا لما اكون اعمل حاجات في مواعيد معينة ان لازم الحاجة تتعمل في الميعاد ده. اعتقد دي اكبر مشكلة بتقابل الناس، اعتقد يعني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالذات يعني، حتة زي جداول الامتحانات وجداول المذاكرة. فعشان كده بقول دايما لما احنا بنحدد حاجات معينة بنعملها في حياتنا، انت لازم تتعلم ان انت تبقى فليكسيبل مع الحاجة اللي انت بتعملها. يعني ايه فليكسيبل؟ يعني مش معنى ان انا المفروض اعمل حاجه الساعه 10 صباحا ان لو الساعه جت 10 و5 ان انا ما اعملش الحاجه، او ان الموضوع مثلا كان صعب ان انا حطيت مثلا حاجات كبيره جدا عليا ولقيت ان الموضوع صعب. يعني لقيت ان الموضوع صعب. يعني انا دلوقتي جيت حطيت تاسكات كتير، وفي الغالب اصلا احنا دايما لما بنيجي نحط تاسكس عشان او مهام معينه يوميه بنمشي عليها بنعملها بشكل مثالي، ما بنحطش حته ان الحياه فيها عشوائيه زياده شويه. فكل حاجه احنا بنعملها بشكل مثالي، اللي هو انا المفروض النهارده هعمل مثلا تمارين لمده 10 دقائق، وهاكل لمده 5 دقائق، وبعد كده اصلي لمده 10 دقائق. هي الحياه مش ماشيه بالشكل المثالي اللي احنا بنحدده بيها. فعشان كده لما دايما الناس بتيجي بقى تبص للشكل المثالي اللي هم كانوا عاملينه، ان هو بقى صعب جدا ان انت تعمله، فبنوصل لمرحله تانيه اسمها وات ذا هيل، اللي هو خلاص طب الموضوع صعب بالنسبه لي وما قدرتش اعمله خلاص، فخلاص هرمي الموضوع خالص بقى. بس هي دي النقطه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها برضو الفتره دي، ان انت تبقى فليكسيبل في اي حاجه بتعملها. مش لازم تعمل حاجه بشكل مثالي جدا، مش لازم تحط تبقى امبيشس قوي عن الحاجه اللي انت بتعملها، ما تحطش حاجات كتير جدا ورا بعض. ان انا بقى الفتره دي كده كده قاعد في البيت، فالمفروض اعمل حاجات كتير ورا بعض. لا، دي بتبقى مشكله كبيره اصلا، بتدخلك في حته تانيه خالص، ان انت بتلاقي نفسك مش قادر تعمل المهام او الحاجات اللي انت المفروض تعملها، الحاجات البسيطه، فتلاقي نفسك متوتر اكتر، وتحس وتبدا تقارن نفسك بالناس اللي موجودين عندك، فتحس بالفشل اكتر والتوتر والضغط النفسي اكتر يعني. ودي حاجه احنا مش محتاجينها الفتره دي عموما يعني، فدي حاجه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها يعني. تمام. من ضمن برضو الحاجات ان انت لازم تقدر تتعلم ان انت تقدر تحط خطط واولويات، او تغير او تبدا تنظم اولوياتك من جديد الفتره الحاليه. النقطه دي مهمه جدا. طب الناس برضو بتسال، طب هو ازاي اصلا الواحد الفتره دي يقدر يغير البلانز اللي كان هو عاملها، او البروبريتيز اللي بتبقى موجوده معاه، اللي هو محددها، اللي انا المفروض هعمل عندي ستيب واحد واثنين وثلاثه واربعه المفروض همشي عليهم، في ظل اصلا ان الفتره الحاليه مجهول هي امتى هتنتهي، او الفتره دي امتى هتمر بينا يعني. فازاي انا هحدد حاجه زي كده؟ الفكره كلها ان احنا دايما بنجرب يعني، انت دايما بتحط نفسك في التجربه يعني. مفيش حاجه اكيد، اي حاجه احنا بنعملها عموما يعني حياتنا مش اكيد انها تمشي بالشكل اللي احنا كنا راسمينه في دماغنا. تمام. فانت بتحط خطط معينه، وبعد كده بتبدا تجرب ان انت تسير على الخطط دي، بتشوف هل فعلا او بتست يعني الشكل اللي انت رسمت بيه الخطه دي، هل هو فعلا ده المظبوط بالنسبه لك ولا لا، وبعد كده بتبدا تعدل عليها بالشكل اللي انت شايف ان هو هيكون افضل ليك الفتره الحاليه يعني. تمام.
طبعا الفترة الحالية برضو انتشر حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو ممارسة المديتيشن واليوجا. يعني أنا قعدت فترة كبيرة، أصلا مش حابب موضوع المديتيشن. أنا قرأت فيها كذا ريسيرش يعني، ولقيت إن موضوع المديتيشن واليوجا يعني هو موضوع يعني هو موضوع عادي جدا، زي التنمية البشرية، ملوش تأثير إيجابي أوي على النفس يعني. بس الفترة الحالية لما بدأت أقرأ أكتر عن الموضوع، لقيت لا، يعني هو فعلا لما أنا جربت، أو لما أنا جربت الموضوع برضه، لقيت لا لا لها تأثيرات كبيرة جدا. يعني المديتيشن دايما بتدخلك في حدة إن أنت تبدأ تفكر في الظروف اللي أنت ماشي، يعني أول بداية المديتيشن كده تبدأ تفكر في الظروف اللي أنت بتمر بيها حاليا، وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلك أو العواقب اللي ممكن تقابلك، وإزاي أصلا تفكر في حلول بشكل كويس. يعني حتة ان انت تسيب نفسك مع عقلك لفترة معينة، مش دايما تسيب نفسك مع عقلك، لان دي حاجة مضرة جدا، لانها دايما بتاخدك لسيناريوهات سيئة. ان انت تسيب نفسك مع عقلك كده، ان انت تبدأ تفكر، ان انت حاطط ليميت معين، اللي انت المفروض تقعد فترة معينة تبدأ تفكر في المشاكل او الحاجات اللي انت بتمر بيها حاليا. الحاجات دي بتساعدك بشكل كويس جدا جدا ان انت تقلل من نسبة الضغط النفسي اللي واقع عليك الفترة دي، وده بيأثر بشكل أو بآخر، يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، على الناس المحيطين بيك، سواء الأسرة، صرتك اللي أنت قاعد معاها، أو زملاء العمل اللي بيكونوا موجودين معاك. فدي نقطة مهمة جدا. تمام. إحنا يوميا يعني في النيورو ساينس، يعني لما جم كشفوا على دماغ الناس اللي بتجري، أو الناس اللي بتعمل تمارين، أو الحياة عموما، فبصوا لقوا إن عموما كل شخص فينا بيتكون في دماغه ملايين الخلايا العصبيه يوميا. طبعا ملايين الخلايا دي احنا بشكل او باخر احنا بنفقدها بقى في الضغط، الشغل مثلا، غضب على حد معين، ان انت متضايق من حاجه معينه، قرات خبر مش كويس. فملايين الخلايا دي اصلا بتستنزف بشكل يومي على طول. والطريقه الوحيده اللي احنا بنحافظ بيها على الخلايا دي ان انت تمارس رياضة معينة. يعني دي إحدى السبل اللي أنت بتستخدمها عشان تحافظ على الخلايا العصبية دي، وبعد كده تبقى نستنزفها في الحاجات المهمة يعني. تمام؟ كان في واحد سألني من فترة، هو إحنا ليه بننام؟ يعني السؤال ده برضو مهم، هو ليه إحنا بننام؟ يعني ممكن حاجة زي كده، ليه ربنا ما خلقناش بشكل معين إن إحنا ال 24 ساعة نقضيهم كلهم بدون تعب، بدون إرهاق، بدون توتر، بدون قلق، بدون اي حاجه. هو الحقيقه في حاجه جميله جدا، هو النوم. طبعا النوم من الحاجات الجميله برضو، ان جامعه هارفارد من فتره كبيره كده عملوا قسم معين خاص بس بابحاث النوم، وعملوا علم كده اسمه علم النوم. تمام؟ ليه؟ لان النوم عموما ده اكتر الحاجات المهمه في حياتك بشكل لا تتخيله. النوم لما انت بتيجي في المرحله اللي انت بتكون عايش فيها في حياتك اليوميه عموما، انت بتمر بمشاكل كتير، بتمر بتحديات، بتتعامل مع ناس مختلفه، في بتقابل ردود افعال مش كويسه. كل الحاجات دي بتكون سموم بتتكون في دماغنا. اللي بيحصل لما بنيجي ننام، ان الخلايا اللي بتبقى موجوده في دماغنا بيحصل لها شرينك او بتقل شويه، فالمسافات بينها بتكبر. تمام؟ لما المسافات دي بتكبر بنبدا نتخلص من السموم وكل المعلومات غير المهمه، اللي انت اصلا الغير المهمه اللي هي بتبقى موجوده دايما في الذاكره القصيره المدى اللي انت مش محتاجها. بنقابل يوميا الاف المعلومات، في حاجات منها بتكون مهمه وفي حاجات مش بتكون مهمه، بس للاسف يعني ان المعلومات المهمه بتضيع وسط المعلومات الكتير غير مهمه، لما احنا بنتعرض بشكل كبير لأي كان بقى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مثلا بنشوف نيوز كتير، بنتكلم مع ناس في امور كتير بقى، في الكوره، في السياسه، في ايا كان الحاجه يعني. فبشكل او باخر المعلومات المهمه ممكن تطير من دماغك. فالنوم من الحاجات المهمه جدا، ان هو بيتخلص من السموم اللي انت بتمر بيها اصلا بشكل يومي، فبتبدا حياتك او بتبدا يومك تاني يوم بتصحى بتلاقي نفسك ان انت لا حاسس ان في تغيير موجود في حياتك. فلا النوم مهم جدا في النقطه دي. تمام؟ الحاجة التانية المهمة برضه، إن الحرمان من النوم بشكل كبير. يعني أنا للأسف يعني بكلمكم دلوقتي وأنا صاحي بقالي 24 ساعة، ودي حاجة يعني دونت شايت توم يعني. دي كانت مشكلة، يعني دي مشكلة كبيرة. لا يعني في الحرمان من النوم دايما بيقابلوا حاجة اسمها المعاناة من نقص النوم المفرط. المعاناة من نقص النوم المفرط ده للأسف
او بمسمى تاني دين النوم، الدين الخاص بالنوم. وانت اي دين، اي دين واحد بيمر بيه لازم بيكون ليه عواقب معينه. بالنسبه للنوم، العواقب الخاصه بالنوم اللي هو الحرمان من النوم بتكون لها للاسف العواقب دي بتكون على ال او العقوبات دي بتكون على الصحه النفسيه الخاصه بالشخص اللي هو عنده نقص نوم او مش بينام بشكل كويس. النوم عموما الدين بتاعه ان انت مثلا لو انت ما نمتش في يوم بشكل كويس، تاني يوم لازم بتعوض ال عدد الساعات اللي انت ما نمتهاش في اليوم اللي قبل. لو انت ما عملتش ده بيحصل لك طبعا، بيأثر على الذاكره بشكل كبير جدا، على التركيز، على ادائك في المهام اليوميه، على المعرفه، على الافكار اللي بتدور في دماغك، على التحكم في مشاعرك، على انفعالاتك، يعني كل الحاجات دي النوم ليه تأثير مباشر عليها. يعني النوم لو انت قللت عدد ساعات نومك ده ليه تأثير مباشر عليها، ودي مشكلة كبيرة جدا. تمام؟ فعشان كده دايما بقول يعني حاول بقدر الامكان ان انت تنام في وقت معين، وده مهم جدا ان انت تكون تقدر تنظم نومك ان انت تنام في وقت معين، عشان في حاجة اسمها الساعة البيولوجية، والساعة البيولوجية دي بتشتغل على حسب ساعات الليل والنهار، وعلى حسب تنظيمك انت لنومك. تمام؟ يعني لو انت بتنام دايما بالنهار، خلي نومك دايما بالنهار. تمام؟ لما بيحصل تغير بيحصل تغير اصلا في الهرمونات الخاصه بالنوم، ودي بتسبب لك اذى كبير جدا، خاصه في المشاعر والانفعالات عموما يعني. تمام؟ فحتى كان في بحث جميل جدا اتعمل في عن الناس اللي بيكون عندها او بتعاني من نقص النوم. يعني لقوا ان الشخص مثلا اللي بينام لمده ست ساعات يوميا، ان اخر الاسبوع بيبقى زيه او زيه زي الشخص اللي هو قاعد 24 ساعه ما نامش زي كده دلوقتي. تمام؟ ودي حاجه مش كويسه جدا. يعني حتى الناس مثلا اللي في ثانويه عامه، هو مهم جدا ان انت تذاكر، ومهم جدا ان انت تراجع كل حاجه موجوده عندك، بس مهم جدا ان انت تنام. لو انت ما نمتش، الدماغ نفسه اصلا يعني وانت نايم الدماغ بيبدا يعالج المعلومات اللي انت مريت بيها تقريبا في يومك، المعلومات المهمة أو الحاجات اللي شاغلة بالك قوي، وبتلاقي بيجمع المعلومات دي بشكل كويس جدا، وبينظمها خلال في الوقت اللي أنت بتبقى موجود فيه أو اللي بتكون نايم فيه، بينظمها بشكل كويس جدا. فتلاقي الأداء عندك بيكون أعلى، والتركيز عندك بيكون أعلى، والمعرفة عندك بتكون أعلى، والإدراك عندك بيكون أعلى. تمام؟ فعشان كده أنا دايما بقول يا جماعة، يعني حاولوا بقدر الإمكان، الناس حتى اللي في الثانوية، أو الناس اللي بتبقى مشغولة جدا، أو الناس اللي بتشتغل بشكل يومي، او الناس اللي عندها بروجكتس كتيره جدا شغال عليها وتاسكس كتيره، حاول تحدد وقت معين للنوم وتستغله. ده هيساعد، ده يعني بالعكس تماما، ده مش هيقلل من قيمه الحاجه اللي انت بتعملها، او الافضل اللي انت تفضل صح عشان تعمل حاجه، لا ده بالعكس هيخليك تعملها بشكل افضل. يعني ممكن قله النوم وانت ممكن تعمل حاجه مثلا في 10 ساعات، ممكن خلال النوم نفسه اصلا تجي لك افكار تانيه، ويساعدك ان انت تنظم افكارك القديمه اصلا، فتلاقي نفسك بتعمل الحاجه دي في 3 ساعات. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا. من ضمن المشاكل برضو التانية اللي موجودة في نقص النوم هو جمود المشاعر والانفعالات. أعتقد يعني كان من تقريبا 5 سنين، 5 سنين أنا كان عندي امتحان في الكلية تقريبا قبل السنة الأخيرة يعني، فكان واحد من زملائنا يعني عموما يعني لقيته بيتعامل بشكل غير العادي، منفعل جدا وغضبان جدا ومتضايق، وبيكلم الناس بشكل غير طبيعي، بشكل يعني وانت لو شفت كده هو بيتعامل معاك، لا ده حاله مش طبيعيه. وفي نفس الوقت المشكله بقى في نقص النوم واستثاره الانفعالات او التذبذب المشاعر. المشكله اللي بتحصل هنا ان انت مش بتكون واخد بالك اصلا من التاثير ده عليك. تمام؟ اللي بيبقى واخد باله الشخص اللي بيبقى موجود. فلما بيحصل جمود في المشاعر بيحصل عدم تواصل كويس مع الناس اللي بتبقى موجود معاها، وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا على مستوى العلاقات، وعلى طبعا على مستوى الفكر عموما يعني. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. تمام؟ استاذنكم بس نشرب مية. بالنسبة برضو الفترة الحالية، أكتر حاجة تم احتكاسها يعني في الفترة الحالية هو الخوف من المجهول. أعتقد الخوف هو أقوى المشاعر اللي موجودة عندنا، أقوى المشاعر اللي موجودة عندنا، هو بيأثر على قراراتنا، بيأثر على أفكارنا، بيأثر على توجهاتنا، بيأثر على
لسلامة عقلنا والتعامل مع الناس. وغير كده كمان الخوف دايما بيكون عدو للعقل والمنطق، بيخليك تفكر مش بشكل منطقي، بيخليك دايما باصص للأمور أو عندك نظرة موحدة أو نظرة واحدة للأمور، مش بتكون شايف الموضوع من كذا وجهة نظر معينة. تبدأ يعني عقلك دايما بيركز على حاجة معينة بس، الخوف دايما هو اللي بيكون السبب في التوجيه، أو هو اللي بيوجهك للحاجة اللي أنت تعملها، ودي بتبقى مشكلة، فبيخليك فاقد للسيطرة تماما على كل الأمور أو المجريات اللي بتصير في حياتك يعني، أو مجريات حياتك عموما يعني. تمام؟ عشان كده لازم نفهم هو هل في فعلا سبب منطقي للخوف؟ يعني انت دايما كده اول لما تحس بخوف او توتر او قلق من حاجه، لازم تشوف هو فيه هل ده فعلا سبب منطقي للخوف ولا غير منطقي؟ هل الخوف ده بيأثر على مجريات حياتنا ولا مش بيأثر على مجريات حياتنا؟ تمام؟ لما تبدأ تسأل نفسك الأسئلة دي، أنا دايما بقول إن المرء عدو ما يجهل، الجهل نفسه بالحالة أو بأي حاجة أنت بتمر بيها هي اللي بتخلي في مشاعر معينة هي اللي بتسيطر عليك وبتقودك للطريق اللي هي عايزاه. وفي الغالب الطريق ده بيكون طريق غير سوي بقى، القلق بقى والتوتر والخوف وعدم التركيز والاكتئاب والوحدة وحاجات كتير جدا مش لطيفة يعني. تمام؟ عشان كده لازم نسأل نفسنا سؤال، هل الخوف دايما مبرر؟ يعني هل الخوف اللي احنا بنمر بيه ده مبرر ولا لأ؟ تمام؟ احنا كبشر برضو عندنا في مشكلة يعني بالنسبة للخوف، احنا عندنا مشكلة برضو حاجة اسمها الانحياز للسلبية. احنا دايما لما بنشوف حاجة سلبية وحاجة ايجابية، الحاجة اللي بتستيك وذ يور مايند اللي هي الحاجة السلبية، اللي انت بتشوف حاجة كده يعني دي اكتر حاجة بتأثر عليك. فعشان كده الخوف دايما بيوجهك للجزء السلبي، هو ده السبب اصلا اللي احنا كبشر يعني عندنا انحياز للسلبيه او للاخبار السلبيه او الامور السلبيه عموما اللي احنا بنمر بيها في حياتنا. يعني دايما تلاقي نفسك مثلا من حين لاخر كده بتتخيل ان في كارثه حصلت او مصيبه حصلت، بتتخيل مثلا أسوأ سيناريو ممكن يحصل، كل دي حاجات بتبقى تخيليه، مش بس تخيليه، انت بتبدا تتعمق في الموضوع، بيحصل حوار بينك وبين نفسك وانت متخيل نفسك في الحوار ده، او في شخص مثلا قريب منك حصل له مشكله ما وانت ازاي اتعاملت مع الموضوع واتاذيت نفسيا، فبتلاقي نفسك في الاخر بعد ما تخرج من تجربه احلام اليقظه دي اللي انت بتخيل فيها أسوأ سيناريو، متوتر ومش قادر تفهم ازاي اصلا حاجه زي دي اصلا حصلت لك يعني. هو الخوف دايما بيوصلنا للنقطه دي، ان بيدخلنا دايما ان انت تتوقع اسوأ سيناريو، وتوقع اسوأ سيناريو عموما دي حاجه مفيده بس بنسبه معينه، حاجه مفيده لو هي هتقودك او تخليك تاخد بالك مثلا يعني مثلا توقع اسوأ سيناريو مثلا الامتحان يجي صعب ان انا اذاكر كويس، تمام كده انا عرفت دلوقتي الخوف بالنسبه لي مبرر، انا عرفت الخوف جاي نتيجه ايه، ان انا خايف ان الامتحان يجي صعب، بس خدت باساليب النجاه او اساليب ايه اللي انا محتاجه عشان اعمله. عشان كده مثلا المرحله الحاليه تمام وطبيعي ان انت تخاف، يعني دي شعور الخوف نفسه طبيعي، بس ان انت تخاف بشكل كبير لفترات كبيره هو ده اللي بيبقى مش طبيعي. عشان نقلل الموضوع ده عموما يعني لازم تفكر هو ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نقلل الشعور ده. الحاجات اللي ممكن نعملها هي اساليب الوقايه او الاحترازات الوقائيه اللي ممكن ناخدها، زي مثلا التباعد الاجتماعي اللي ممكن نعمله، لبس الكمامة مثلا كمثال، نفهم نسب الوفاة ونسب المرض، ونفهم الأساليب العلاج اللي موجودة، متى خطورة المرض عليك، إيه الأغذية اللي أنت محتاج تتناولها، إيه الحاجات اللي أنت المفروض تعملها زي مثلا الرياضة اللي أنت تحافظ على نومك كويس. من ضمن برضه الحاجات برضه اللي كانت موجوده برضو في النوم، ان النوم اصلا بيعزز جهاز المناعه اللي موجود عندك. ليه؟ اللي بيحصل ان في بروتينات معينه بيتم افرازها وانت نايم، تمام؟ لما انت بتكون مصاب بالتهاب فيروسي معين، الافرازات دي بتزيد جدا اثناء النوم، فبتعمل على التعافي سريعا. فعشان كده برضو دايما يعني هو النوم طبعا يعني ليه باع كبير جدا، واحد ممكن يتكلم فيه كتير جدا 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 يعني ممكن مرة تانية برضه نتكلم فيه بشكل مفصل أكتر يعني. تمام؟ فالمهم نرجع تاني للنقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي الأسباب المنطقية للخوف، إن أنت عشان تقلل
الخوف اللي انت بتمر بيه، الخوف الغير مبرر عموما، انت لازم تفهم ايه هي المشكله اللي انت بتمر بيها، حتى لو انت مش فاهم هي المفروض هتنتهي امتى او هي مجهوله بالنسبه لك، بس انت فاهم ايه الحاجات اللي ممكن تعملها او الاحتياطات اللي ممكن تاخدها عشان تقلل نسبه الخوف الموجوده عندك. الاحتياطات سهله جدا وبسيطه جدا، بس الناس تقريبا مش عندها الوعي الكافي انها تلتزم بيها. تمام، انت كل اللي انت محتاجه الفتره دي ان انت تحافظ على صحتك النفسيه، ودي برضو مشكله تانية الناس دايما بتدعو ليها، حافظ على صحتك النفسيه، حافظ على صحتك النفسيه، ومفيش حد بيقول لهم طب نحافظ ازاي يا جماعه، طب حد يقول لنا طيب ازاي نحافظ على الصحه النفسيه، احنا مش عارفين برضو نحافظ ازاي. فعشان كده المحافظه على الصحه النفسيه بتيجي منين؟ اول حاجه ان انت تاخد احترازات وقائيه، انت تخلي بالك دايما من الناس الموجودين حواليك، ان انت بيبقى فيه دايما تستخدم صابون بشكل، تخرج من البيت تستخدم داخل البيت، ويفضل ان انت ما تخرجش من البيت اصلا، في حد عندك يعني كل حتى ساعه ساعتين لازم تغسل ايدك دايما بشكل مستمر، لو انت بره تستخدم الكحول، ما تحاولش تقرب من الناس قوي، ما تخرجش الا في ظروف استثنائيه اللي انت لازم تخرج للعمل مثلا او الامتحان زي الامتحانات الموجوده حاليا. ما تتبعش طبعا، مش معنى ان الحظر برضو الفتره دي انتهى ان كده الكورونا انتهت، الموضوع ده طبعا خاطئ تماما، يعني يبقى مش عليكم بالشكل ده، يبقى عندكم وعي كافي ان لا هو تمام في حاجه معينه، في قانون معين اتسن اللي يا جماعه خلاص اتسوبن فور ايفري وان، مش معنى كده ان لما انا اخرج هلاقي الدنيا خلاص، يعني كورونا تقول خلاص يا جماعه يعني براحتك طالما ما فيش حظر خلاص، لا إيه. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا يعني. تمام، بيحصل لنا برضو الفتره دي الخوف دايما، يعني في كده كيمو دايما بيكونوا موجودين مع بعض، الخوف مع القلق، يعني الخوف دايما بيكون متصل مع القلق. طبعا الاذان، فمش عارف ان كنت تسمعونا، فننتظر بس الاذان وبعد كده نكمل. معلش عشان ما كنتش تسمعوني كويس برضه يعني، ف تمام، خلينا نرجع تاني نكمل في حتة الخوف غير المبرر والقلق عموما وال الشعور أو تخيل أسوأ سيناريو ممكن يحصل لنا خلال الفترة الحالية. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا أصلا إن إحنا نخرج من حتة تخيل أسوأ سيناريو، مفيش مشكلة إن أنت تتخيل أسوأ سيناريو، زي ما أنا قلت إن بيكون ليه برضه تأثيرات إيجابية، إن بيخليك تاخد احتياطاتك كويس جدا للحاجة اللي أنت مقبل عليها، بس الحاجة المهمة التانية برضه إن أنت لازم لما تلاقي نفسك بتمر كتير أو بتفكر كتير في سيناريوز سيئة جدا بتحصل في حياتك، لازم تحط نفسك في الوقت اللي بيكون بيحصل فيه السيناريو ده. أول حاجة يعني وليكن مثلا أنا شخص جالي كورونا، إيه اللي المفروض أعمله الفترة دي؟ تمام، ده هيقلل من حده التوتر اللي موجوده عندك برضو عن الموضوع. طيب تمام، انا جالي كورونا المفروض التزم في بيتي، المفروض
اتناول اكل صحي، العب رياضه بشكل قليل جدا، احافظ على نومي بشكل كويس جدا، ما اتواصلش مع حد خالص بشكل مباشر، اشوف اتواصل مع دكاتره لو في دكاتره انت اتواصل معاهم يعني، سواء في المستشفيات او دكاتره عموما يعني، تواصل معاهم وتبدا تشوف مثلا ايه سبل العلاج او الحاجات المتاحه دلوقتي اللي ممكن تقلل من الحاجات، ممكن الحاجات العاديه اللي احنا بنستخدمها عموما يعني. فعموما تخيل اسوء سيناريو ما فيهوش برضه مشكله، بس لازم تحط نفسك في اسوء سيناريو ده، بعد كده تقيس المفروض انا هعمل ايه. تمام، بعد كده اعتقد السيناريو ده مش هيجي في دماغك تاني يعني. ومن ضمن الحاجات التانيه برضه ان انت بتقيم السيناريو اللي انت بتقوله، والسيناريو ده بيحصل بنسبه كام في المية؟ يعني الناس مثلا اللي بيكون عندها يعني الخوف من الطيران او الخوف من الطيران، انت نفسك لما تشوف عشان تقدر تعرف مثلا هو فعلا الخوف ده مبرر ولا لا، لازم تشوف تقيم عدد حوادث الطيران اللي بتحصل قد ايه، تمام، او عدد مثلا حالات الاصابه اللي بتحصل قد ايه، او الناس اللي بتلتزم بالاجراءات الوقائيه نسبه اصابتهم قد ايه، تمام. فالحاجات دي عموما بتساعدك كتير جدا جدا ان انت تقلل او تتخلص عموما من اسوأ سيناريو او تخيل اسوأ سيناريو بتمر بيه. تمام، احنا عموما عندنا نوعين من القلق، يعني نوعين من القلق، في القلق القلق المنطقي والغير المنطقي. القلق الغير منطقي ده اللي مش بيكون معروف له نهايه، احنا في قلق انا حاسس بتوتر وحاسس بقلق بس مش عارف هو جاي منين، هو في الغالب ده بيكون جاي من حاجه غير مبرره او حاجه مجهوله بالنسبه لنا فمش قادرين نتعامل معاها. بنكون فاقدين للسيطرة تماما، القلق الغير منطقي بنكون فاقدين للسيطرة، وده اصلا اللي بيسبب اصلا ظهور القلق اللي موجود عندنا. فقدان السيطرة دايما على مجريات حياتنا، احنا ناس طبيعتنا الطبيعي بتاعنا ان احنا لازم نكون مسيطرين على كل جميع جوانب حياتنا، ودي اصلا فكرة مغلوطة، ودي المشكلة اللي ناس اللي بتسبب مشاكل كبيرة وكتير نفسية عند ناس كتير، عند الناس عموما يعني، ان هو دايما متخيل ان هو لازم يكون مسيطر على كل جميع جوانب حياته، وده خاطئ تماما يعني. في بعض الامور احنا مفيش سيطره عليها يعني، حتى جسدنا، تنفسنا، مستقبلنا، انت مستقبلنا كل اللي انت بتعمله انت بتاخد بالاسباب اللي موجوده وانت مش عارف الطريق هيكون ماشي فين يعني، انت بتحط الخطط وبتحط الاولويات وبتاخد بالاسباب وبتجتهد، بس انت مش عارف برضه هو الطريق هيوصلك لفين في النهايه يعني. عشان كده فقدان السيطره نفسه هو اللي بيولد القلق اللي موجود عندنا. ده القلق غير المبرر. القلق المبرر اللي هو بقى معروف النتيجه بتاعته او ممكن نحله ازاي، زي ما قلت مثلا القلق المبرر بالنسبه لنا الامتحانات كمثال اللي موجوده حاليا، ده قلق مبرر، انت عارف انت خايف عشان النتيجه ان انت ما تحلش كويس فالنتيجه تطلع قليله فاهلك يزعلوا فتدخل كليه مش كويسه فمستقبلك يتدمر. الموضوع ده طبعا مش صحيح برضو يعني، الموضوع اصلا الامتحانات والمستقبل الخاص اللي هو متعلق بس بنتيجه الثانويه العامه او الثانويه الازهريه يعني مش صحيح بشكل كلي يعني، تمام. بس انت هنا عرفت ان القلق ده مبرر، يعني القلق ده مبرر اللي انت خايف من حاجه معينه فعشان كده بتعمل واحد اتنين تلاته، انا هذاكر كويس يعني، هذاكر كويس من الاول، هحل امتحانات كتير مثلا، هسيب بروفيشنال هيلب من المدرسين اللي انت بتروح عندهم دروس، هتحل امتحانات، هتتابع مع ناس، هتراجع يعني، هتعمل حاجات كتير عشان ايه؟ تقلل احتماليه ان السيناريو اللي مش كويس ده يحصل لك. عشان كده ده اسمه قلق مبرر. القلق غير المبرر بقى اللي احنا بنمر بيه حاليا، واحنا فاقدين السيطره تماما على الموضوع. ليه بقى احنا فاقدين السيطره برضه؟ لان احنا لحد الان اصلا مش فاهمين طبيعه الموضوع كويس، يعني احنا مش فاهمين طبيعه الموضوع كويس، مش فاهمين اسبابه، مش فاهمين بشكل كلي، مش فاهمين ازاي نقدر نوصل لعلاج يعني. العالم كله اجمع بشكل كلي مش قادر حتى الان يفهم الموضوع بشكل كلي عشان يقدر يطلع بعلاج ونخلص من المشكله اللي احنا بنمر بيها حاليا يعني. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها لما يبقى في قلق غير مبرر ان احنا بنركز على الحاجات اللي احنا نقدر نسيطر عليها في حياتنا. اكتر حاجه انت بتقدر تسيطر عليها في حياتك هو ذاتك، نفسك، اتجاهاتك، انت اللي بتحدد استجابتك يعني، استجابتنا او ردود افعالنا تجاه التجارب هي دي اللي بتحدد حياتنا او هي اللي بتشكل شخصياتنا بشكل كبير. فاستجابتك للحاله اللي انت بتمر بيها او الظروف اللي انت بتمر بيها هي دي الحاجه الوحيده اللي انت بتسيطر عليها، اللي انت قادر تسيطر عليها، تمام. ودي على فكره ايه، دي حاجه كويسه جدا ان انت تكون بتسيطر على حياتك يعني، مش على حياتك، على استجابتك للظروف اللي حواليك، دي حاجه كويسه جدا، لان هي دي اكتر حاجه احنا محتاجينها في الفتره الحاليه،
ان انت مش محتاج ان انت تسيطر على المرض او تسيطر على على الظرف اللي موجود حاليا، او تسيطر على الناس اللي حواليك، او تسيطر على الناس اللي انت تخليهم يتبعوا الاجراءات الوقائيه، او يعني انت مش مطلوب منك تعمل كل ده. كل اللي انت مطلوب منك ان انت تقدر تسيطر على استجابتك للموضوع، ازاي تستجيب للموضوع بشكل كويس ان هو ما ياثرش عليك ولا ياثر على البيئه اللي موجوده حواليك. تمام؟ عشان كده من الحاجات اللي احنا بنستخدمها مقاوم اللي من النوع ده اللي هو الجراوندنج تكنيك، اللي انت تبدا تركز على الحاجات اللي حواليك. حتى يعني مثلا انت عارف تسيطر على مود التلفزيون وتقلب بيه، يعني ده فعلا ضمن الحاجات. انت عارف تسيطر على روتين اليوم اللي انت بتعمله، تلعب رياضه، تنام كويس، عارف تسيطر على يعني اي حاجه انت بتعملها، حتى لو حاجات بسيطه جدا، حاجات بسيطه جدا تقدر تسيطر عليها. انت تقدر تركز على الحاجات دي. تمام؟ انت تقدر تسيطر دلوقتي ان انا مثلا بتكلم في التليفون حاليا، دي حاجه انت خلاص. فلما تبدا تركز على حاجه زي كده، الموضوع الثاني اللي هو الخاص بالقلق الغير مبرر او فقدان السيطره بيقل. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا برضو لازم نخلي بالنا منها. تمام. من ضمن الحاجات برضو المفروض ان احنا نسيطر عليها بشكل كويس واللي هتساعدنا الفتره دي ان احنا نعدي منها بسلام نفسيا، يعني نفسيا بالذات، يعني النفسيه مهمه جدا في الفتره دي، هي حته الـ ان انت دايما بتتعرض بشكل مستمر او بشكل كبير جدا للاخبار او الميديا عموما. في قانون او في كده مصطلح في الميديا او في التلفزيون عموما، على المستوى التكنولوجي الحاجات اللي انت بتستخدمها بقى كسوشيال ميديا او كتلفزيون او كيوتيوب، ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدمها، يعني بيقول لك if it bleeds it leads، يعني كلما سفكت الدماء كلما زادت المشاهده، يعني او بمعنى برضو تاني ان كل ما يكون في اهتمام اكبر بحاجه معينه كل ما احنا هنتكلم عنها بشكل او باخر. فاللي بيحصل دلوقتي في الميديا ايه؟ ان انت لو فتحت اي موقع، اي جريده، اي جورنال، اي قناه مشغله، فاتح اليوتيوب، اي حاجه انت بتعملها، يعني اي حاجه انت بتتفرج عليها حاليا هتلاقيها بتتعرض بشكل او باخر او الكوفيد 19. تمام؟ هتلاقي ناس بتتكلم بشكل ايجابي، في ناس بتتكلم بشكل سلبي، تم اكتشاف علاج، تلاقي في ناس يقول لك عدد الوفيات كذا، شخص عنده 25 سنه اصيب بكورونا ومات. فتلاقي نفسك ان في اخبار كتير جدا 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 داخله دماغك، ودي الحته اللي كنت بتكلم فيها، ان في معلومات كتير جدا بتدخل دماغنا. تمام؟ ف وبرضه عشان الانحياز السلبيه اللي بيكون عندنا، فالحاجات دي بتاثر علينا، بتاثر على تفكيرنا وتاثيرنا على الناس اللي حوالينا كمان. لدرجه ان معظم الناس اللي كانت بتتكلم 105، كل اللي كان عندهم دي، ده كان ان هو بيحاول. انت دايما يعني كان في حته جميله جدا جدا الفريد ادلر عملها، ده مؤسس علم النفس الفردي، بيقول ان كانت من ضمن كان في بنت صغيره جات والدتها معاها يعني عند الفريد ادلر بتشتكي له ان البنت دي دايما بتمرض. تمام؟ فاكتشف في النهايه ان مامه البنت دي كانت بتهتم باختها جدا. تمام؟ وما كانتش بتهتم بالبنت دي، الحاله الوحيده اللي كانت بتهتم بيها او بتهتم ببنتها الصغيره هي لما كانت البنت تمرض. فالبنت كانت بتتمرض من فتره للتانيه لدرجه انها ان المرض فعلا بدا يجي لها، يعني المرض فعلا بدا يجي لها. فعشان كده في ناس، الناس اللي بيكون عندها خوف زياده اللي هو بيتعرض للسوشيال ميديا وبيتعرض للاخبار بشكل كبير جدا، بتلاقي من حين لاخر بيبدا يقرا بقى في الاعراض، يعني زي الناس اللي بتقرا كده الاثار الجانبيه للروشتات والعلاج دايما لما بيجيبوه. القراءه الحاجات دي اصلا بتاثر على تفكيرك اكتر ما بتاثر على جسدك، والتفكير لما بيحصل فيه تغير لما انت تتاثر بالسوشيال ميديا والكلام المكتوب عليها بيحصل فعلا تاثير جسدي عليه. يعني لو انت مش مريض انت ممكن تحس ان درجه حرارتك مرتفعه، ممكن تحس بحكه من حين لاخر، ممكن تحس برشف من حين لاخر، ممكن تحس بفقدان الشهيه. انت لو كلمت تقريبا معظم الناس دلوقتي يقول لك انا فاقد الشهيه ومش عارف اتنفس. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا، يعني التعرض للاخبار بشكل كبير جدا لا ده شيء سيء جدا يعني. تمام؟ في تاثير كده برضو اسمه وهم الحقيقه. وهم الحقيقه ده تاثير في علم النفس كده كان وليه مسمى تاني اللي هو الزن على الودان.
اللي احنا بنسميه كده بالبلد عندنا في مصر الزن على الودان. انت كل ما تتعرض لحاجه بشكل كبير حتى لو انت مش مقتنع بيها، يعني انت مش مقتنع بالحاجه دي، بعد فتره بتلاقي نفسك الاقتناع بيزيد. فانت لو مش مريض هتحس فعلا ان انت مريض. لو انت بتاخد بالاجراءات الوقائيه هتلاقي واحد كاتب لك مقاله الكمامات والجوانتي والكحول لا يقوا من الكورونا او لا يقللوا اسباب الاصابه بالكورونا، هتلاقي كل حاجه موجوده. يعني الاعلام طبعا عشان انا عايز مشاهدات، فلازم اعمل حاجه تجذب الانتباه بتاع الناس اللي موجودين او المشاهدين اللي عندي او اليوزرز او المستخدمين اللي موجودين عندي. فلازم بيبقى في حاجات كده غريبه، تم اكتشاف علاج، احضر الكمامات الطبيه المنتشره، لا تلبس مش عارف ايه، هتلاقي حاجات كتير جدا موجوده الفتره دي. عشان كده انا حتى بقول للناس يا جماعه بلاش سوشيال ميديا الفتره دي، بلاش، دي حاجه مش كويسه جدا ان انت تتعرض بشكل كبير جدا للسوشيال ميديا. مش بس الفتره دي برضو، هي يعني هي تاثيرها اكبر الفتره دي عشان الكوفيد والاخبار اللي بتتداول عن الناس، والناس هتلاقي ناس كتير عندك دلوقتي الفتره الحاليه، لان طبعا العدد زاد، فهتلاقي في ناس كتير مصابين بالكوفيد 19 عموما يعني. فده هيأثر عليك، لان انت خلاص انت يعني الموضوع قرب منك دلوقتي، فده بيدخلك في موجه من التوتر. وغير كده بتلاقي في ناس تانية بقى، الناس اللي هي الناس المتحمسه، الناس النشطه دايما، اللي هم الانتاجيين اللي بيشتغلوا كتير وبيعملوا حاجات كتير وبيطلعوا افكار برضه في الوقت ده، ودي الحته اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. هتلاقي في ناس عماله تنجح في حاجات وانت قاعد عمال تنام وتسكرول في السوشيال ميديا. فالمقارنات السطحيه عموما، المقارنه السطحيه او اللي بتكون دايما في الغالب برضو فولس يعني، بتأثر عليك. يعني كفايه الظروف اللي انت بتمر بيها حاليا، وكفايه خوفك على اهلك والناس اللي حواليك، وكفايه عدم اهتمامك بشكل نسبي والحاجات اللي انت المفروض تعملها. فتعرضك كمان للسوشيال ميديا ده بيزود الموضوع اكبر، يعني من خلال بقى الاخبار اللي انت بتشوفها والمقارنات اللي انت يعني المقارنات اللي بتحصل في حياتك بقى بشكل يومي بقى، كل شويه تشوف حد عمل حاجه كويسه وانت قاعد في مكانك وانت شايف ان انت افضل من الشخص ده، بس مش قادر تعمل الحاجه اللي هو عملها. فده لا يعني، ده يعني بلاش، يعني بلاش لو الموضوع كده بلاش منه خالص يعني. تمام. من ضمن برضو الحاجات التانيه السيئه اللي انا يعني اللي انا لقيتها منتشره برضو الفتره دي وانا مش مقتنع بيها وشايف ان تاثيرها ضار جدا جدا اكتر من نفعها، اللي هي الامال الضعيفه. الامال الزائفه عموما، الامال الزائفه اسوء من الواقع المرير، يعني خلوا بالكم كده، يعني خلي ده في دماغك دايما. الامل الزائف اسوء من الواقع المرير. ليه؟ لان الواقع انت خلاص عارف ان الحاله اللي انت موجود فيها حاليا المفروض تتعامل معاها ازاي. تمام. الامل الزائف بيعيشك على امل او ان انت في حاجه كويسه المفروض تحصل بعد فتره معينه، تم اكتشاف علاج. وحتى الان، حتى الان يعني كل الاخبار اللي انت شفتها تم اكتشاف علاج، الكلام ده غير صحيح تماما. مفيش علاج تم كده الامضاء عليه ان هذا هو علاج الكوفيد 19، مفيش الكلام ده خالص، كلها ابحاث وتجارب لسه شغالين عليها وبيحاولوا يتحايلوا على الموضوع باي حاجه موجوده، حتى لو هيبقى لها تاثير ضار بشكل نسبي شويه بس تاثيرها اكبر على الموضوع تمام يعني. بس الامال الزائفه مش كويسه، فما تعيشش على حته الامل الزائف وتستنى حته ان المفروض الفرج ان شاء الله هيجي قريب يعني، بس ما تعيشش ان هو المفروض يجي قريب، احنا ما نعرفش احنا فعلا مكملين لحد امتى. عشان كده بقول يا جماعه احنا الفتره الحاليه هي العاديه الجديده، العاديه الجديده خلاص، انت تنسى بقى المرحله اللي كنت قلت فيها قبل كده، خلاص دي مرحله جديده انت المفروض تتكيف معاها بسرعه. خلاص احنا ما فيش وقت اصلا ان انت تبدا وتستني ان الفرج يجي، خلاص احنا عدى 6 شهور دلوقتي، لو استنيت سنه يبقى في سنه كده خلصت على امل زائف وما استفدتش منها باي حاجه يعني. تمام. يعني ما استفدتش منها باي حاجه، حتى صحتك النفسيه هتتضرر في الموضوع، لان انت منتظر حاجه معينه والحاجه دي انت ما تعرفش هتيجي امتى برضه، يعني مجهول ومجهول تاني، فالموضوع هيبقى اذى نفسي اكبر بكتير جدا من ان انت تبقى عايش في الواقع اللي انت موجود فيه دلوقتي وتتعامل معاه بالطريقه المناسبه يعني. تمام. النقطه الثانيه برضو المهمه جدا هي الفتره طبعا الحاليه، التواصل ما عادش فيه تواصل بشكل مباشر، او ما فيش احتكاك بشري مع الناس، ان انت مش بتقابل دلوقتي واحد وش لوش كده وتحضنه وتقعد معاه وتتكلم معاه. الموضوع ده قل جدا طبعا، هو المفروض يتمنى اصلا تماما، يبقى مش موجود اصلا خالص، ان ما عادش فيه تواصل بشر اصلا بين الناس. في طبعا السوشيال ديستانس، ان انت ما فيش، لازم يبقى في تباعد اجتماعي،
الناس ما تبقاش حتى قريبه من بعض. لو انت بتكلم حد حتى قابلته في الشغل المفروض ما تبقاش قريب منه. ما عادش في بقى خروجات زي الاول، ما فيش بقى قهاوي بالنسبه للشباب زي الاول، والبنات بقى ما فيش الخروجات المطاعم الجميله دي، يعني الحاجات دي كلها قلت. وطبعا لو كانت علاقاتك مع الناس، في بعض العلاقات في حياتنا بتبقى ظرفيه. ظرفيه بمعنى ايه؟ ان هي مبنيه على حاجه معينه او متعلقه بحاجه معينه، في رابط معين كده موصلك بالعلاقه دي. زي مثلا العمل، مثلا انت ممكن تلاقي نفسك في علاقه مع اصحاب العمل اللي انت موجود فيه في بس الوقت بتاع العمل. ممكن تلاقي مثلا في مجموعه معينه كده دول اللي انت بتقعد معاهم على القهوه، في مجموعه معينه اللي انت بتعمل معاهم كذا، في وهكذا يعني. فانت بتيجي تبص بقى للموضوع بتلاقي نفسك ان انت حياتك ده، يعني انت حاسس بوحده، يعني بتحس بوحده في الفتره دي، ان العلاقات اللي كنت موجود معاها وكنت بتتواصل وتتكلموا في حاجات معينه خلاص الحاجات دي كلها قلت. يعني التواصل عن مثلا القهاوي او الماتشات كره القدم او ايا كان الرياضه اللي انت بتتابعها، الحاجات دي كلها قلت. فالتواصل حصل كده يعني انقطاع تام. يعني ممكن تلاقي كده انت مثلا كان في 100 واحد حواليك، فجاه ال 100 واحد دول اختفوا. فالشعور الوحده في الفتره دي اصلا زاد بنسبه رهيبه جدا. هو شعور الوحده اصلا كان قبل كده كان كبير جدا، تقريبا 27%، دلوقتي اعتقد هيتخطى ال 60%. ان انت خلاص حاسس، بالذات لو انت مش بتعمل حاجه في حياتك او ما فيش روتين يومي اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه تعمله، هتحس بملل رهيب جدا. والملل أو الملل ده هيتبع وحده، والوحده دي هيتبع شعور بالاكتئاب، وبعد كده تدخل في مراحل ثانيه كبيره ما احنا اتكلمنا عنها يعني خالص. فعشان كده دايما بقول يا جماعه الفتره دي مفيش مشكله ان مفيش تواصل بشري، بس يعني خلي فيه تواصل بشكل شبه يومي. يعني خلي فيه تواصل بشكل شبه يومي مع الناس الموجوده حواليك. الفتره الحاليه للاسف الانشغال بالامور اليوميه تقريبا زاد جدا، فالناس ما عادش عندها وقت اصلا انها تتواصل. غير طبعا يعني حاول تتواصل مع الناس اللي انت مرتبط بيهم بشكل كبير من الفتره دي. يعني في ناس كتير كده كده انت هتفقدهم الفتره دي، وممكن يرجعوا تاني طبعا بعد الموضوع ما ينتهي يعني، بس هتلاقي في عدد قليل برضه اللي انت تقدر تتواصل معاه. فعشان كده دايما اعمل كده كونكشن بينك والناس دي، ان انت تتكلموا دايما مع بعض بشكل شبه يومي. الموضوع ده مفيد جدا ومريح جدا ليك يعني. فيعني الموضوع ده مهم جدا ولازم تحافظ عليه الفتره دي. المشكله الثانيه بقى الناس اللي قاعده في البيت حاليا، الناس بالذات المرتبطين، يعني الناس المرتبطين الفتره دي هتكون صعبه بالنسبه لهم، بالذات للشخص اللي كان بيهرب على القهوه من مشاكل البيت والاسره والولاد والحاجات دي، وكان بيقعد يحكي مع اصحابه. اللي خلاص انت دلوقتي يعني في حاجات معينه كده احنا بنحاول نتهرب منها دايما. يعني الامور اللي احنا دايما بنتهرب منها بيجي في وقت معين كده في حياتنا، ان انت خلاص يعني ده الوقت اللي انت هتواجه فيه غصب عنك. انت مضطر ان انت تقعد في بيتك قدام زوجتك وقدام ولادك، ولازم تواجههم بقى ايا كانت المشكله اللي انت بتمر بيها. فاللي بيحصل ايه؟ الشخص دايما اللي بيبقى في ناس الفتره دي طبعا الناس المرتبطه والحياه المستقره عموما يعني بخاف من حته. في برضه عندنا يعني الكورونا برضه سببت خوف برضه لحاجات كتير جدا. خوف انت طبعا لقيت مثلا في امريكا في 30 مليون واحد فقد، او 20 مليون تقريبا، والعدد في تزايد حتى الان يعني، فقدوا وظائفهم. وفي مصر نفس يعني في مصر مثلا او في المجتمع العربي نفس الكلام، في اعمال كتير جدا زي الاعمال اللي هي المطاعم والكافيهات وما الى ذلك، يعني كل الحاجات دي دلوقتي الناس اللي فيها مشيت. فانت حاجه زي كده، والشركات نفسها برضه، الشركات الستارت اب اللي لسه بادئه جديده برضه، في حاجات كتير جدا منهم قفلت، قفلوا الباب ومشوا الناس وكل حاجه. فبرضه الفتره دي في ضغط نفسي رهيب جدا، ان انت ممكن تمشي في اي وقت. فده خوف، الخوف ده هو طبعا خوف مبرر، والخوف المبرر يعني شوف المرحله دي بقى يعني دي مهمه جدا، ان انت تبدا. عشان كده انا بقول دايما الفتره دي ليه احنا بنحدد او بنبدا ننظم اولوياتنا من جديد، ان احنا بنشوف هو ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها الفتره دي، او الحاجه اللي احنا ممكن نعملها بعد كده لو حصل حاجه مشابهه. يبقى الخوف عندنا يبقى اقل يعني، او حاسين مثلا باستقرار شويه، او حاسين ان احنا تحت ايدينا السيطره. يعني في ناس دلوقتي مثلا بدات تتعلم ديجيتال ماركتنج، اللي هو خلاص طب طالما الموضوع كده طب اشوف حاجه تانيه جديده، لحد مثلا لو الامور مشيت كويسه في الشغل عندي خلاص، كان بقى ما مشيتش كويس ابدا اشوف التراك الجديد اللي انا ممكن اشتغل فيه يعني. تمام، فدي حاجه برضو مهمه ان انت هو الخوف مش كويس، بس احيانا برضو زي ما بقول الخوف دايما بيدي لنا الاحتياطات ان احنا نقلل من نسبته او تاثيره علينا. يعني الاحتياطات دي احنا بناخدها بقى ان احنا نتعلم حاجه جديده ونقدر نكوب بيها مع لو ازمه مماثله حصلت في المستقبل. بس المشكله اللي بتحصل بقى اللي هو الناس فعلا اللي في مشاكل بيتهم او في مشاكل اسريه بينهم، هو كان بيحاول يتهرب منها بشكل او باخر،
ان هو يخرج ده، او يدعي ان هو مشغول مثلا في شغل او وراه حاجات كتير، او عنده مشوار مهم، او في حاجه مهمه لازم يعملها. يعني الحاجات دي كلها خلاص انت الفتره دي هتضطر ان انت تواجه، تمام؟ ومع الضغوطات الموجوده بقى، اللي انت خايف ان انت تخسر شغل، او خايف ان انت تفضل قاعد في البيت، الموضوع ده بيأثر عليك بشكل سلبي لدرجه ان الخوف ده بيتحول لغضب على الناس المحيطه بيك، تمام؟ فالقلق مع الخوف من فقدان الوظيفه بيتحول لغضب مع الناس المحيطين بيك. فبدل ما انت تبدا تعالج، عشان كده بقول دايما انا في مشكله عندنا لازم يا جماعه نعالجها بسرعه، لان عدم معالجه المشكله او تاخير معالجه المشكله دايما بيأثر علينا وبيأثر على علاقتنا مع الناس اللي موجوده حوالينا. فدي نقطه مهمه جدا، انت حاسس بمشكله معينه موجوده عندك، حاسس بقلق، حاسس بتوتر، خلاص شوف ايه الحاجه اللي احنا المفروض نركز عليها، ايه الحاجه اللي احنا ممكن نقلل بيها تأثير الموضوع ده علينا، تمام؟ لو سبت الموضوع بيدخل في مرحله تانيه وبيغير، بيأثر على المشاعر التانيه. يعني تلاقي في قلق وخوف، هتلاقي بيتبعه غضب، و الغضب عموما، يعني الغضب عموما دايما بيجي، يعني الناس اللي بتمر بقلق بيتجه، القلق مش بيستمر الى ما لا نهايه، لا اما بيتجه ناحيه الغضب، لا اما بيتجه ناحيه الاكتئاب، تمام؟ فهو طريق اسوء من طريق يعني، تمام؟ بس طبعا الغضب مشكله جدا في بالذات في العلاقات، يعني ان انت خلاص كده هتخسر الوظيفه بتاعتك، وهتخسر صحتك النفسيه، وهتخسر حياتك الاسريه كمان. فدي حاجه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها يعني. والفتره دي برضه نتعلم، يعني نبدا بقى نشوف يعني الاسره بتاعتنا دي عباره عن اللي احنا سيبناها من فتره كبيره قوي دي، يعني شوف الشخص بقى اللي عنده اولاد، يشوف ولاده بيعملوا ايه في حياتهم، المفروض يعمل ايه معاهم الفتره دي، المفروض يغير، يعني المفروض الفتره دي اصلا هنطلع منها بحاجات كبيره، يعني الناس اللي عندها اسره بالذات، يعني ان انت هتطلع منها بحاجات كتير جدا المفروض تغيرها الفتره الجايه، او المفروض تعملها الفتره الجايه، بالذات الوقت اللي انت هتقضيه مع اهلك. خلاص انت هتتعلم، ده انا فعلا كانت في حاجه مهمه جدا مش واخد بالي ان انا ما كنتش بقضي اصلا اهلي وقت مع اهلي خالص يعني، تمام؟ ان حياتهم برضو ممكن تلاقي حياتهم ماشيه في طريق تاني خالص انت ما كنتش واخد بالك منه، الفتره دي تبدا تاخد بالك منه وتعلمهم حاجات تانيه كتير، وتشاركهم في الحاجات اللي هم مهتمين بيها، يبقى في تواصل بينكم اكبر. يعني الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا مش بس على حياتك انت الشخصيه، يعني على يعني حياتك وحياه الاسره طبعا، وهيأثر على عملك، وهيأثر على مشاعرك، وهيأثر على انفعالك بعد كده، وهيأثر على سعادتك، وهيأثر على كل حاجه يعني. فده الموضوع مهم جدا يعني، تمام؟ تمام. دي اول حاجه. زي ما قلت برضو القلق بياخد طريقين، يا اما الغضب يا اما الاكتئاب. طب بالنسبه للناس اللي عندها اكتئاب اصلا، يعني في ناس طبعا عندها اكتئاب، طبعا الناس كلها ترفع ايدها فوق، انا عندي اكتئاب. الاكتئاب ده يعني هو فعلا زي ما انا قلت برضو، القلق والخوف كيمو مع بعض، والقلق والاكتئاب، هو القلق دايما داخل في كل حاجه كده، مش نفس كل حاجه، القلق والاكتئاب برضو دايما بيبقوا مع بعض، يعني تلاقي الاثنين كده ماشيين مع بعض في نفس الطريق برضو. بس بالنسبه للناس اللي بتمر بالاكتئاب الفتره دي، او اللي كانت قبل كده بتمر بالاكتئاب، هيبقى صعب جدا طبعا عليهم الفتره الحاليه، الناس اللي في مرحله التعافي او الناس اللي في مرحله الاكتئاب لحد الموضوع هيكون صعب لهم. اللي من ضمنها برضو العلاج مش هيبقى متوفر بشكل كبير، هيبقى خايف على نفسه اكتر من التواصل مع الناس، يعني لو في مثلا اثنين ثلاثه بيكلمهم مثلا او بيتواصل معاهم، الموضوع هيقل بشكل اكبر، مش هيقدر يزور الدكتور اللي كان بيروح عنده بشكل اكبر. يعني لو هو شغال او اي حاجه، او شغال مثلا في جامعه او اي، او ان كان الحاجه اللي هو بيعملها في تاسك معين بيعمله بشكل يومي يعني، او روتين معين بيعمله بشكل يومي، الموضوع هيتغير، والتغير في الحاجه دي اصلا بتاثر بشكل كبير جدا على الاكتئاب، هو اصلا مش يعني مش ناقص اصلا حاجه زي كده. فعشان كده برضه الفتره دي زي ما انا قلت برضه، يعني هو نفس تقريبا الحاجات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، ان انت تحاول تستبلش او تعمل يكون في روتين يومي بتعمله بشكل كويس جدا، ان انت تحافظ على العلاقات والتواصل مع الناس بشكل كويس جدا برضو. لو انت مش قادر توصل لحد برضو، اكتب، يعني اكتب الحالات اللي انت بتمر بيها او شعورك اللي انت بتمر بيه، لو في خوف غير مبرر او حاسس ان انت بتتخيل سيناريوهات سيئه، دايما فكر برضو، حط نفسك في السيناريو ده واحتماليه حدوثه، وقيم الموضوع بشكل كويس.
حافظ على نومك بشكل كويس، يعني الحاجات دي كلها هتساعد الناس اللي هي بتمر بمرحله الكريه. الحاجه الثانيه بقى، يعني هو ظهر كده اول لما الكورونا ظهرت كانت في حاجه سيئه جدا انا ما عجبتنيش نهائي، يعني الناس كلها كانت بتدعو دعاه المحافظه على الصحه النفسيه الزائفه، يعني خلينا نقول الزائفه، لان الناس عندها فكره مغلوطه تقريبا عن الصحه النفسيه، ان هو انا عشان احافظ على الصحه النفسيه اكل وانام وخلاص، هو ده كده المحافظه على الصحه النفسيه وما اشغلش بالي باي حاجه. لا لا، الموضوع مش كده خالص. هو الصحه النفسيه ان انت تعمل الحاجات اللي انت بتحس براحه وانت بتعملها، تمام، الا لو كان فيها ضرر للاخرين، يعني مش تروح مثلا تاذي حد، يعني طالما انت شخص سايكو يعني ومستمتع بالموضوع، مش معنى كده ان انت تعملها، لا، يعني الحاجه اللي انت حاسس براحه اللي انت بتعملها. لو انت حاسس ان انت لما بتذاكر بتكون مرتاح، اعمل الحاجه دي، مش مشكله. لو انت حاسس ان انت لما بتعمل تاسكس كتيره في او بروجكت كتيره شغال عليها، اعمل الحاجه دي. لو انت بتحس ان انت لما تنوفيت او تفكر بشكل ابتكاري شويه او عايز تجيب افكار كتير، اعمل الحاجه دي. لو انت بتقرا كتب، اعمل الحاجه اللي انت بتقرا، يعني اي حاجه انت بتعملها اعملها، يعني مش ما فيهاش مشكله خالص. يعني ده بالعكس، يعني ده هتحسن الصحه النفسيه وتحافظ على الفتره دي، وده المطلوب منك يعني. وفي حاجه مهمه جدا، الناس اللي دعت بقى الموضوع المحافظه على الصحه النفسيه، ومش لازم يا جماعه نكون انتاجيين، ومش لازم نكون افضل حاجه فينا. هو اكيد طبعا مش لازم نكون افضل حاجه فينا، لان احنا دايما كل ما تكون افضل، يعني تحس ان انت كويس تحس محتاج اكتر، كل ما تحس ان انت كويس تحس. فدي نقطه مهمه. في برضه مشكله دايما اللي هو الظروف المخففه اللي احنا بنعتمد عليها، يعني في ناس مثلا الفتره دي يقول لك خلاص ده احنا بنمر بظروف سيئه وبتاع، فخلاص انا هرمي الحاجه اللي المفروض اعملها دي. الظروف المخففه دي اسوأ حاجه احنا ممكن نعملها في نفسنا. ليه؟ ليه؟ هو دي احدى اساليب التهرب اللي احنا بنعملها، وطبعا اللي هي مش بتستمر، ان احنا بيبقى في نتيجه معينه بنوصل ليها وبنعرف ان هو كان غلط التهرب. اللي ما ذاكرش وقت الامتحان طبعا ما تقلقوش من الموضوع، بس الناس اللي ما بتشوف بس عموما، يعني اللي هو بتتهرب بيها ولازم هتواجهها. اي حاجه انت بتتهرب بيها اي وقت ولازم هتواجهها، تمام. فالظروف المخففه اللي احنا ايه، بنشوف ظرف معين بنمر بيه في حياتنا ونستخدمه كشماعه عشان ما نعملش الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، واللي اصلا بتحسسنا براحه نفسيه. وطبعا في برضه مفارقه غريبه كده، هو ليه اصلا احنا ما بنعملش الحاجه اللي بتحسسنا براحه نفسيه وبنلجا للحاجات اللي هي بتضرنا؟ يعني ليه اصلا انا افتح سوشيال ميديا واسيب مثلا الكتاب اللي انا كنت بقراه، مع ان الموضوع ممكن يأذيني في السوشيال ميديا؟ عارف ان انا لما افتح سوشيال ميديا كتير ان بيأثر عليا بشكل سلبي. من كتر بقى الاخبار اللي بتبقى موجوده قدامي، اللي هي في غالبيتها بتكون سلبيه، والمقارنات اللي بتحصل بيننا وبين الناس اللي موجوده عندنا على السوشيال ميديا، وتشوف الناس اللي بتسافر بقى، والناس اللي بتذاكر، والناس اللي بتتجوز، والناس اللي ربنا يكون في عونهم، يعني الحاجات دي كلها هتأثر عليك بشكل سلبي. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت الحاجات اللي بتأثر علينا بشكل سلبي دي بتأثر على المدى الطويل، او على الكميه كلها. بمعنى ايه؟ ان انت السوشيال ميديا لما تفتحها وتنزل بوست وتلاقي فيه لايك عليها ولاف وموشن حلو كده، اللي بيحصل عندك ان اصلا بيستثار اجهزه المكافاه الموجوده عندك، فبتحس كده براحه نفسيه وبتحس ان انت مبسوط. بيزداد افراز بقى هرمونات السعاده زي السيرتونين والدوبامين، الحاجات دي كلها عموما يعني بتدي لك كده راحه نفسيه بس بشكل مؤقت. لما بتيجي بقى توصل كده لساعة ساعتين، خلاص بتلاقي نفسك تيجي بقى ترجع تخرج من الحتة اللي كنت بتتهرب منها دي، وترجع بقى تاني للمذاكرة أو القراءة، بتلاقي نفسك إن الموضوع مؤذي جدا نفسيا وحاسس براحة إن أنت تعمل. فعشان كده إحنا دايما بنسيك الهرمونات السعادة على المدى القليل أو على المدى القصير، ودي مشكلة جدا موجودة عندنا، يعني لازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا، تمام. بالنسبة للفترة الحالية، الناس المثاليين اللي أنا كنت واحد منهم، المثاليين دول اللي هما بيعملوا إيه؟ إن هو لازم يعمل الحاجة بشكل مثالي، عمره ما يرضى عن نفسه عن أي حاجة بيعملها. يعني لو عمل وصل للليفل اللي هو أول واحد، خلاص ترتيبه الأول، شايف إن في واحد، لو أنا ترتيبي الأول على الجمهورية، في واحد ترتيبه الأول على
العالم. لو انا ترتيبي الاول على المحافظه، في واحد ترتيبه على الجمهوريه، لو انا على المدينه او القريه اللي انا فيها يبقى في حد على المحافظه، يعني فهو دايما مش بيكون براضي باي حال موجود فيه. يعني الناس دي الفتره دي استغلوا بقى الفتره دي، ان اي حاجه انت هتعملوها محدش، يعني مش هيكون في الغالب، يعني مش هيكون في رد فعل سلبي. يعني احنا دايما بنكون خايفين من رد الفعل السلبي اللي حوالينا، او الجادجمنتال من الناس اللي موجود المحاطين بينا عموما، ان هم محتاجين مننا اكتر. يعني دايما الناس اصلا بيوصلوا لمرحله الهوس المثالي او الهوس المثاليه، ان هو بيكون متربي من وهو طفل صغير ان انا محتاج منك اكبر، لا ده ابن خالتك احسن منك، ده بنت خالتك جالها عريسين وانت جالك عريس واحد، فاهمني؟ فالموضوع ده فعلا انت بيأثر عليك، خلاص بيبني عندك كده بنية معينة ان انا لازم اكون افضل دايما، تمام؟ وده ما بيحصلش، يعني طول ما انت كل ما تبقى افضل بتلاقي واحد افضل الافضل، تمام؟ دي مشكلة كبيرة. الفترة الحالية خلاص، يعني ما فيش يا جماعة، يعني اي حاجة انت هتعملها الناس هتبقى مبسوطة منها، صدقني، يعني اي حاجة انت هتعملها الناس هتبقى مبسوطة منها. عشان كده بقول يعني التايم اللي موجود دلوقتي it's time to go for it. يعني ايه؟ ده الوقت، الحاجة اللي انت كنت مؤخرة وخايف ان انت تعملها، البروجكت او المشروع الجديد اللي انت كنت عايز تعمله، او الحاجة الجديدة اللي كنت عايز تقدمها في الشركة اللي انت فيها، او الستيب الجديدة اللي انت كنت عايز تاخدها، خدها دلوقتي. ليه؟ محدش بيفكر ان هو عايز الحاجة اللي انت تعملها بشكل مثالي. اعمل لي اي حاجة، يعني اي حاجة هتبقى مفيدة للناس اللي موجودة حواليك اعملها لي، انا راضي بيها. فعشان كده استغل الفترة دي ان انت، يعني لو انت شخص انتاجي وبتحب الانتاجيه وكنت اصلا واخد على كده من البدايه خالص، يعني استغل الفتره دي ان انت تعمل حاجات كتير وتقدمها بشكل ما في المؤسسه اللي انت موجود فيها، او حاجه خاصه بيك انت. يعني ممكن تعمل حاجات خاصه بيك انت، يعني الفتره دي حاليا في ناس كتير جدا جدا عملوا حاجات جميله. يعني انا مثلا كمثال، في مثلا طفل مثلا في امريكا كنت شفته، كان عشان الضغط اللي بيبقى موجود من الكمامات على الاذن بتاع الدكاتره، عامل حاجه جميله جدا، ان هو زي حته بس بلاستيك كده بيربطها في الكمامه، فبتمسك من الدماغ من ورا، تمام؟ فده بيقلل الضغط اللي موجود على، فدي حاجات من ضمن الحاجات اللي انت اعمل، يعني اعمل اي حاجه حتى لو انت شايف الموضوع بسيط، او حتى لو انت شايف الموضوع تافه، اعملها. يعني اعمل حاجه دي، ما فيش حد يقول لك لا ده مش وحش، انا عايز حاجه افضل من كده. الوقت ده مش هو وقت انا عايز حاجه افضل من كده. الاقتصادات بتاع الدول كلها دلوقتي في انهيار، هم عايزين اي حاجه تبني او تعالى الاقتصاد ده، اي حاجه، تمام؟ فده الوقت ده وقت كويس جدا اصلا ان انت تعمل الحاجه اللي انت كنت موقفها من فتره كبيره، او اللي انت خايف ان انت كنت تعملها. دي حاجه مهمه. في برضه نقطه ثانيه، لو انت مش قادر تتعامل مع المرحله اللي موجوده حاليا، يعني انت مش قادر تتعامل نفسيا معاها، انا شخص دلوقتي انا مش قادر اتعامل مع الحاجه دي. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نقلل تاثير الظروف اللي موجوده دي علينا، ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا. يعني في ناس اصلا عموما يعني بيكتسب الراحه النفسيه او السعاده الذاتيه من مساعده الناس اللي حواليك، تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا برضو. ممكن لو انت مش قادر تعمل حاجه زي كده، ساعد بقى باي طريقه ممكنه. يعني ممكن تساعد اهلك في البيت، ان انت تجيب لهم الحاجات اللي هم محتاجينها، ان انت توفر لهم طلبات البيت، في العمل عندك ان انت تتكلم مع الناس عن محافظه على الصحه النفسيه، او تخلي الناس ياخدوا بالهم من التباعد مثلا الاجتماعي. ان انت بتكتب شويه، يعني ممكن تكتب زي انا مثلا اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا بكتب معلومات بسيطه على السوشيال ميديا مثلا وبتكلم معاكم دلوقتي في حاجه زي كده. يعني الحاجات البسيطه دي اللي انت، احنا دايما بنقول ايه؟ ان اكبر عامل للسعاده هو العلاقات اللي موجوده حواليك، بس احنا نستغل العلاقات دي بشكل كويس جدا. واحدى الاستخدام الكويس للعلاقات دي ان انت تساعد الناس اللي حواليك. مساعده الناس اللي حواليك دي بتكون مساعده شخصيه ليك. فالفترة الحالية إن شاء الله، يعني أنا عارف إنها فترة صعبة وناس كتير يعني متأثرة بيها، وأعتقد التأثير الأكبر كمان يعني هيكون بعد، للأسف يعني بعد انتهاء الفترة دي هنمر بمرحلة تانية من التأثيرات النفسية، اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة، ودي أصلا أكبر مشكلة. يعني الناس كلها دلوقتي مش خايفة من مش عايز بس أخوفكم من حاجة زي كده، بس هو ده طبيعي، حاجة تمر بيها يعني، عشان برضه تبقى مستعد لها ذهنيا على الأقل. يعني ده بتحصل بالذات للناس اللي بتمر يعني الناس اللي بتعرضوا بشكل مباشر او غير مباشر، حد من المحطوطين دول يعني مر بالظرف الموجود حاليا، تمام؟ او الازمه اللي موجود حاليا هي خلاص وصلت له. يعني ف اضطراب ما بعد الصدمه ده اكبر
مشكلة أصلا نفسية هنمر بيها غير الفترة، يعني الفترة دي كل المشاكل النفسية برضه ممكن نتحكم فيها، بس اللي بعدها ده يكون صعب شوية، بس هتاخد وقت. بس الموضوع يعني برضه هيمر برضه بسلام إن شاء الله يعني. بس وأتمنى إن شاء الله المحاضرة يعني تكون مفيدة بالنسبة لكم، يعني أتمنى إن المحاضرة تكون فيها استفادة حتى لو بسيطة، وشكرا طبعا لكل الناس اللي حضرت. وإن شاء الله لو الناس عجبها اللايف عموما يعني، هحاول إن أنا الفترة الجاية برضه أبدأ أعمل لايفز عن حاجات كتير برضه بتحصل في حياتنا، أو تجارب كتير مثلا إحنا مش بنقدر نتعامل معاها. وأتمنى يكون في استفادة، وإن شاء الله يعني يكون معاكم مرة تانية. تمام، فلو في حد بقى عنده أسئلة دلوقتي، أنا ما حبيتش إن أنا أطول، هو المفروض أصلا المحاضرة تكون ساعتين، بس أنا قلت ساعتين برضه هتكون كبيرة قوي كبيرة قوي ومملة، وأنا أول مرة أطلع لايف معاكم، فأنا مش عارف ردود أفعالكم إيه عن اللايف أصلا، استفدتوا منه ولا لأ. فخلونا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تمام، ولو في حد عنده أسئلة برضه ممكن يقولها، وإحنا نتابع مع بعض شوية وبعد كده ننهي اللقاء إن شاء الله. في حد عنده أسئلة؟ شكرا جزيلا للبشمهندس عبد الله، بصراحة محاضرة رائعة ومعلومات مفيدة، ويعني أنا حاسس الناس كلها استفادت يعني. أتمنى لو حد عنده سؤال يعمل ريز هاند، تمام، لو عايز يعمل مداخلة مباشرة مع المهندس عبد الله أو عن طريق الشات. في كذا سؤال مش عبد الله على الشات، لو ظهر عند حضرتك أنا ما أعرفش هل ظاهر ولا لأ على الزوم. نحاول نشوفه. أتمنى لو حد عنده مداخلة يعمل ريز هاند برضه. هو في سؤال اللي هو ازاي نتخلص من هوس المتابعة، متابعة السوشيال ميديا. اوكي تمام. هو عموما يعني عموما اي حاجة احنا بنعملها بشكل شبه يومي او بتأثر علينا بشكل كبير جدا، يعني انا مثلا لو انا بعمل حاجة بشكل شبه يومي زي ان انا بفتح السوشيال ميديا كل يوم لما بصحى من النوم، عشان تغير العادة يعني افضل طريقة عشان تغير بيها العادة اللي انت بتعملها لفتره كبيره جدا، ان انت تشوف بديل ليها. تمام، واول حاجه برضو ان انت تتخلص من الموضوع على شكل فترات. هو الاول انا عايز اتخلص من الموضوع ليه، لازم يبقى فيه الاول هدف معين من التخلص من عاده معينه. تمام، انا عايز اتخلص من السوشيال ميديا لانها بتاثر عليا بشكل سلبي. حلو جميل، بقى ايه الخطوات المفروض نعملها عشان نعمل كده؟ يعني اول حاجه اللي انا شايفها مثلا في موضوع السوشيال ميديا، ان انت انا كعبد الله انا بقالي تقريبا دلوقتي يعني عامل السوشيال ميديا مثلا من 2010، انا عمري ما حطيت اي ابلكيشن للسوشيال ميديا على بالذات الفيسبوك، يعني عمري ما حطيت الفيسبوك على الموبايل عندي، يعني ممكن ماسنجر عمري ما حطيت على الفيسبوك وادخل اسكرول على حاجه. يعني دي اول حاجه انت ممكن تعملها، انت تحاول تقلل من وطبعا انستجرام واتساب عادي ممكن تسيبه يعني طالما، بس بلاش الجروبز الكتير اللي بتبقى موجوده يعني عليه. ان انت تقلل، تحاول ان انت تقلل الابلكيشنز اللي موجوده عندك على التليفون، لان كل ما تكون الحاجه في متناول اليد هتلاقي نفسك غصب عنك بشكل تلقائي. واللي بيحصل ايه؟ ان العاده دايما بتحفز الدماغ نفسه، خلاص بقى في باترن معينه كده، اول لما بيحصل حاجه ان انت تصحى من النوم يقول لك افتح السوشيال ميديا بشكل تلقائي بدون وعي. يعني الحاجات دايما العادات دايما بتحصل بدون وعي، عشان تقلل من حته من المشكله دي. يعني مثلا كمثال مثلا الناس اللي بتقضي مدافرها بشكل مستمر مثلا، الحل الوحيده اللي ممكن تساعدهم على حاجه زي كده هم بيلبسوا جوانتي. تمام، بيلبس جوانتي ليه؟ لما بيجي يعمل حاجه زي كده بياخد باله، اه ده الجوانتي انا كنت اعمل كده، فيبقى في وعي عنده، فيبدا يكسر حته العاده دي اللي موجوده عنده. فاول حاجه انت تعملها ممكن تحاول تمسح او تقلل الابلكيشنز بتاع السوشيال ميديا على التليفون بتاعك. تبدا تشوف بديل تاني للسوشيال ميديا، دي مهمه جدا، خطوه مهمه جدا. الناس اللي بتقلع دايما عن عاده، انا محتاج حاجه يعني تغطي الوقت اللي انا كنت بقضيه على السوشيال ميديا. فممكن تبدا مثلا في القراءه، ممكن تبدا في حاجات مثلا زي الكوره، يعني في موقع اسمه كوره مثلا مفيد في معلومات كده. تتفرج مثلا على محاضرات او تشوف تيد مثلا، تيك توك برضو من الحاجات اللي كويسه جدا. في بودكاستس كويسه جدا، ممكن تبدا تتعلم هوايه جديده. الحاجات دي مهمه جدا. برضو انا حابب برضو اقول نقطه برضو تاخد بالك منها، ان دايما هيحصل في نكوص، يعني بعد فتره هتلاقي نفسك رجعت تاني للسوشيال ميديا. ده طبيعي جدا، يعني اي حد بيتخلص من عاده، اي حد بيتخلص من عاده طبيعي جدا ان هو يرجع لها بعد فتره. بس حاول يعني حاول كل فتره برضه تعمل نفس الحاجه لحد ما العاده بس يعني الباترن بتاعك في دماغك ينكسر، هتلاقي الموضوع بقى بسيط.
أتمنى الإجابة تكون مفيدة بالنسبة لك. وممكن برضه التواصل لو أنت تستخدمها عشان تتابع برضه الفيديوهات التانية، لو أنت بتستخدم السوشيال ميديا عشان مثلا تتابع حاجات مهمة زي الجروبات الخاصة مثلا بالامتحانات أو الشغل، أنت ممكن تعمل يعني ممكن تعمل أكونت تاني معلوش حد خالص، معلوش صفحات خالص، معلوش غير الجروبات المهمة اللي أنت بتتابعها. تمام، دي أول حاجة. شوف تاني، ماشي، مش كل الناس راحتهم نفسيا انهم يعملوا حاجه تفيدهم، فانا حاسه ان ما ينفعش امشي وراء انا مرتاح اني اعمل ايه. تمام، انا دايما انا قلت برضو نوعات في النقطه دي، يعني اعمل الحاجه اللي دايما ما تكونش مضره ليك بشكل كبير. تمام، هو الفيديو جيمز على فكره ما فيهاش مشكله، انا يعني موضوع الفيديو جيمز اللي كان طلع عليه ده كان مستفز، انا ما كنتش حابب الموضوع، هي ما فيش منها مشكله الا لو كان بشكل كبير جدا، بتستخدمها بشكل كبير جدا وبتأثر على حياتك العمليه او الاجتماعيه والاسريه، مفيش تواصل مع الناس، مش شغال بشكل كويس، في تاثير على حياتك بشكل سلبي عليها يعني. هو فعلا يعني مش كل الحاجات اللي احنا مرتاحين معاها مفيده لينا، عشان كده انا قلت حتى السوشيال ميديا انت بتبقى مرتاح وانت قاعد على السوشيال ميديا بشكل مؤقت، بس لما تخرج منها وتلجا لحاجه ثانيه المفروض المهمه التاسك اللي انت كنت هربان منه مثلا، هتحس ان انت متضايق من الموضوع، هتحس بالتاثير النفسي سلبي عليك يعني. تمام، لو انت مش بتحب تعمل حاجات كتير يعني خلاص خليك اعمل الحاجات دي، لو انت مش عايز تعمل حاجات زياده عن اللي كنت بتعملها خليك ستيك للحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل الفتره اللي موجوده حاليا يعني. وممكن تقلل، انا دايما برضو بقول يعني في ناس دايما بتحب يعني الفتره الحاليه عشان ما يسيبش نفسه مع دماغه وافكار السلبيه تيجي في دماغه كتير بيزود الحاجات اللي كان بيعملها، في ناس العكس يعني لو انت حاسس ان الموضوع جهاد عشان ما يبقاش فيه جهاد نفسي وضغط عليك، لا قلل الموضوع يعني. لو انت بتقرا يعني لو انت مثلا بتعمل تاسكين في اليوم خليه تاسك مثلا يعني، او خلي تاسك على يومين مفيش مشكله، بس المهم ان انت ما توقفش، عشان لو انت وقفت الحاجات اللي انت بتعملها دلوقتي بعد فتره زي ما انا قلت برضه التهرب من الحاجات دي هيكون لها تاثير سلبي يعني لما نواجهها. تمام تمام ممكن ناخد مداخلات مباشره بعد اذن حضرتك؟ تمام اوكي، وبعد كده نرجع نكمل الشات. اتفضل باشمهندس ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. باشمهندس عبد الله مشكور على المحاضره الرائعه، ربنا يبارك في حضرتك. هو يمكن حضرتك جاوبت على الجزء من سؤالي بس انا كنت حابب اوضحه بشكل افضل. حضرتك عارف ان احنا دايما بنبقى حاطين خطط واهداف لينا. زي ما حضرتك قلت كده بتبقى بشكل مثالي. وغالبا يعني 80% 70% ما بيتحققش، وده بيخلي فيه ستريس يعني ما ببقاش قادر استمتع بوقتي، حتى لو الوقت ده بقضيه في ترفيه مش قادر استمتع بوقتي ولا في نفس الوقت قادر احقق الاهداف دي. فمن وجهه نظرك احط اهداف اقل، ما احطش اهداف خالص واستمتع بحياتي؟ يعني هي اقدر ازاي اوصل للكومبينيشن ده بحيث ان انا ابقى راضي عن نفسي ومش دايما متضايق حتى لو بعمل حاجه فيها يعني ترفيه او كده، وما افقدش برضو التطوير في مجالي؟ بالظبط، مظبوط، تمام، جميل جميل جدا السؤال. تمام، هو برضو يعني خليني برضو ارجع للموضوع تاني، هي الفكره في ايه؟ ان احنا دايما رؤيتنا للموضوع يعني رؤيتنا دايما للاهداف او الخطط اللي احنا بنعملها في حياتنا بتبقى مبنيه على مثاليه مش مبنيه على واقع اللي احنا بنعيشه. تمام، فانا دايما كنت بقول يعني انا مثلا كنت في فتره معينه من حياتي انا كنت دايما يعني فتره الثانويه اعتقد دي كانت اصعب فتره من اصعب الفترات فعلا اللي بنمر بيها عشان طبيعه الامتحانات والضغط اللي بقى واقع علينا من الامتحان نفسه ومن البيئه اللي حوالينا ومن الاسره نفسها. فعشان كده انا كنت مثلا عشان نعمل موضوع مثلا الجدول ده ودي اسوء حاجه ممكن الشخص يعملها، ان احنا كنا بنحط كميه كبيره جدا جدا. تمام، نيجي نجرب يعني مثلا انا حاطط 4 ساعات وبعد كده فاصل ربع ساعه وبعد كده 4 ساعات وفاصل ربع ساعه ونوم 6 ساعات وصلاه ايه صلاه 5 دقائق واكل 5 دقائق ومكالمه مع صاحبي. فعشان برضه نقلل الموضوع ده لازم نخلي الاهداف اللي احنا بنحطها لينا واقعيه، بس بشرط يعني مش واقعيه انها تخلينا واقفين في نفس الاستيب اللي احنا موجودين فيه. بمعنى يعني انا مثلا كنت بعمل تاسك على طول والتاسك ده مخليني في البوزيشن او الموقع اللي انا موجود فيه خلاص، يعني دي حاجه خلاص انا دلوقتي واقف انا عايز اطلع ليفل تاني فممكن ازود بس بنسبه معينه. بنسبه معينه ايه النسبه المعينه اللي انا ممكن ازودها؟
هي دي يا موضوع نسبه معينه، ده بتختلف من شخص لاخر برضو، بس لازم تحدد الحاجه دي بشكل واقعي، بمعنى ان التاسك ده محتاج مني 20 ساعه مثلا، 20 ساعه انا في اليومي، او في يومي مثلا 20 ساعه، وانا مثلا اسبوع على التاسك، انا ممكن اوزع التاسك ده على الاسبوع كله، تمام، بحيث ما يبقاش في ضغط عليا بشكل يومي. تاني حاجه ان احنا بنحط دايما، يعني مشكلتنا برضه ان احنا دايما بنحط حاجات كتير جدا ورا بعض. فاللي بيحصل ايه زي ما انت قلت، اللي بيحصل ايه ان انا انا عندي 1 2 3 4، انا عندي 10 حاجات عملت منهم 9، فتلاقي نفسك لما تيجي ترجع مثلا تعمل حاجه، اتفرج على فيلم مثلا، او ازور حد واخرج العب شويه، او فيديو جيمز او اي حاجه، بتلاقي نفسك في تأنيب ضمير موجود جوه ان انا في حاجه المفروض اعملها. ليه بقى؟ هو التو دو ليست اللي احنا بنعملها دي للاسف بتكون حاجه زي الزاميه، عقلك بيترجمها ان دي حاجه الزاميه لازم تعملها، لو انت ما عملتش الحاجه دي هيبقى في عقاب. العقاب بالنسبه لك في النقطه دي اللي هو بيكون تأنيب الضمير. تأنيب الضمير دي يعني يعتبر من اصعب الحاجات انت ممكن تمر بيها. هتلاقي نفسك طبعا مش عارف، يعني انت ممكن تنام تلاقي في كوابيس، ده لو عرفت تنام تلاقي في ارق اصلا مش قادر تنام عشان الموضوع ده متاخر عليك. اي حاجه حتى لو مريحه انت بتعملها، حتى لو مفيده، يعني لو انت بتعمل حاجه مفيده، لو بتقرا تلاقي نفسك متضايق. يعني ساعات بيبقى في تاسكات كده في حاجه لها اهميه اكبر، في حاجات مهمه شويه، فانت لو بتعمل الحاجات المهمه شويه تلاقي نفسك برده اللي هو مش حاسس براحه في الحاجه اللي انت بتعملها. عشان كده لازم نقلل دايما لما نيجي نعمل تاسكات يا جماعه، او لازم لما نيجي نحدد التو دو ليست اللي احنا بنعملها، في برده نقطه مهمه، في حاجات اللي هي نوت تو دو ليست دي برده مهمه ممكن نعملها من حين لاخر يعني. بس عموما التو دو ليست لما نيجي نعملها يعني لازم تقلل النسبه باكبر قدر ممكن. تزود امتى؟ لو انت حسيت ان انا بعمل الحاجه دي بشكل كويس جدا ومش مؤثر على حياتي، وشايف ان انا خلاص قدرت اخلص الحاجه دي، مش كبيره قوي ان انا مش قادر اخلصها، ممكن ازود لحد ما بوصل لنسبه ان انا خلاص يعني الموضوع بقى في ضغط عليا، لا يعني نقف عند الحد ده، او ممكن نقلل تاني. فما تخليش دايما الحاجات اللي احنا بنعملها بشكل يومي ما تخليهاش ثابته، لا يعني خليها زي ما انا قلت كده. اسوء حاجه يا جماعه احنا بنعملها ان احنا مش بنكون مرنين مع المهام اللي احنا بنحطها لنفسنا. لازم يبقى في مرونه، يعني لازم موضوع المرونه ده يبقى موجود، ان انت تبدا تغير تقلل، مفيش مشكله انت تقلل، حتى لو هتاخد وقت اطول مفيش مشكله انها تاخد وقت اطول، بس المهم انها ما تاثرش على حياتك. لان لو اثرت على حياتك بشكل يومي انت نفسك هتلاقي بعد فتره، والفتره دي ما تبقاش كبيره في الغالب، يعني ممكن بعد يومين او ثلاثه مش هتعمل، يعني لو انت كنت بتعمل تسكين ثلاثه، لو انت كنت بتعمل تسكين ثلاثه من خمسه مش هتعمل تسكين ثاني، يعني بيبقى بشكل اكبر كمان يعني عن ما كان قبل كده. شكرا يا باشمهندس، متشكر جدا ليك. انا كنت جاوبت سؤالك. جاوبت يا باشمهندس، متشكر جدا. شكرا جزيلا يا باشمهندس. هو في على الشات برضه لسه استكمال الاسئله، معرفش ظهر عند حضرتك ولا لا. ماشي. تمام. هو في النقطه اللي هي خاصه بالعدد ساعات النوم، تمام. هو الموضوع ده يا جماعه في نقطه قبل حضرتك، ممكن حضرتك تلخص الامور اللي نركز عليها في الفتره الحاليه باختصار لتجنب الضرر النفسي؟ والله دي يعني ممكن نلجا للمحاضره تاني، او ممكن برضه اتكلم في الموضوع ده، ممكن نكتب مقاله بسيطه كده عن الموضوع يعني. بس هو عموما الحاجات اللي انت تعملها يعني ان انت بفي روتين يومي عشان تبقى حاسس بالسيطره في الحاجات اللي انت بتعملها، مش لازم يبقى فيه خمول تام، مش لازم يبقى فيه انتاجيه بشكل كبير جدا. ان انت دايما لو انت حاسس ان انت بتفكر بشكل اكسسيف شويه عن السيناريوهات السيئه بتحصل في حياتك، لازم تحط نفسك في السيناريو اللي انت تبقى موجود فيه ده، وتبدا تشوف هل الموضوع فعلا يستاهل الخوف الغير مبرر ده ولا لا. ان انت تحاول ان انت تتخذ الاجراءات الوقائيه، دي مهمه جدا. لما انت تتخذ الاجراءات الوقائيه اللي انت بتعملها، او الحاجه اللي انت المفروض تعملها يعني، ده هيقلل حته الخوف عندك، تمام. ما تتعرضش كتير للميديا، ده مهم جدا. التعرض الكتير للميديا هيزود نسبه الخوف ونسبه القلق عندك، وهتحس فعلا زي ما انا قلت ان انت هتحس ان انت في خلاص المرض صابك يعني. خلي في شبكه تواصل دايما مع الناس المحاطين بيك، يعني يبقى في تواصل او ما فيش تواصل مباشر ما فيش مشكله، بس في سبل ثانيه زي زوم مثلا او الفيديو كولز عموما يعني، فده موضوع مهم جدا.
برضو حافظ على نومك بشكل كويس جدا، حاول تلعب رياضه مش لازم كتير، حافظ على اكل صحي، ده مهم جدا برضو الفتره دي. لو في حاجه مهمه يعني، لو في حاجه مثلا انت كنت خايف تعملها الفتره اللي فاتت، حاول ان انت تعملها الفتره دي. زي ما قلت هيبقى موضوع الجادجمنت هيبقى قليل جدا، والناس مش محتاجين حاجه مثاليه بشكل كبير. تمام، ممكن في نقاط تانية يعني وقت منه، بس يعني ده اللي فاكره دلوقتي. تمام، ندخل في البوينت الثانيه. حضرتك ذكرت ان الواحد بينام بمعدل 6 ساعات يوميا في الاسبوع. 6 ساعات نورمال. تمام، هو موضوع النوم ده بقى يعني خلينا نتكلم. هو موضوع النوم ده هو موضوع كبير جدا جدا جدا. كميه الابحاث اللي انا قلت حتى بسبب كميه الابحاث الكبيره اللي اتعملت فيه ومدى اهميه الموضوع بالنسبه لينا كبشر، وتاثيره على حياتنا، وتاثيره على البيزنس وعلى الاقتصاد وعلى الصحه النفسيه والصحه الجسديه والناس المحيطه بيك، يعني كل التاثيرات ده بمشاعرك وانفعالاتك والعلاقات، يعني كل الحاجات دي. ده السبب اللي خلى اصلا في علم كده خاص اسمه علم النوم. تمام، فحته بقى هو المفروض انام يعني النوم الطبيعي كام؟ النوم الطبيعي كام؟ النوم المش طبيعي كام؟ فالموضوع ده فيه تغيرات كتير، بس هو انا بس هختصر الموضوع. يعني الابحاث اللي اتعملت بتقول ان متوسط النوم بالنسبه لك من 7 وثلث، يعني 7 ساعات وثلث او 20 دقيقه يعني، الى 9 ساعات تقريبا او 8 ساعات ونص. تمام، طب في ناس اصلا يعني في ناس بتنام الطبيعي بتاعها 5 ساعات وبتكون ناشطه. تمام، هو النوم اصلا يا جماعه الموضوع النوم له علاقه بالهرمونات عموما، والهرمونات دي لها علاقه اصلا بالجينات اللي موجوده عندنا. ففي فعلا ناس يعني في فعلا ناس عندها قدره استيعابيه انها تنام 5 ساعات وتأدي كويس جدا في حياتها، ويكون التواصل كويس جدا معاهم ومشاعرهم ستيبل عادي، ما فيش اي مشاكل خلاص. لو انت لو الموضوع ده عادي معاك، يعني لو انت بتنام 5 ساعات وحاسس ان ما فيش تاثير سلبي عليك وعلى العلاقات اللي موجوده حواليك او التاثير على الحياه العمليه والاجتماعيه بتاعتك، خلاص ما فيش اي مشكله يعني، ممكن تعمله يعني، ما فيش اي مشكله. عشان كده بقول دايما الموضوع ده متغير وممكن نتكلم فيه، بس لو الموضوع شايف ان هو بيأثر عليك، يعني الموضوع بيأثر عليك، لا يعني حاول تتجنب الموضوع ده وتنام القدر الكافي بالنسبه لك. القدر الكافي انت تقدر تعرف، يعني اي حد عارف. انا مثلا عارف ان القدر الكافي بتاعي 8 ساعات ونص، انا لو نمت اقل من 8 ساعات بقى في مشكله، يعني في فعلا مشكله عندي. اتمنى تكون الاجابه على السؤال. هل في اسئله ثانيه؟ انا بشكر حضرتك، هو يعني مش ظاهر اي سؤال تاني حاليا، بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على موافقه حضرتك للمبادره دي، واتمنى ان احنا ان شاء الله نكررها يعني في المستقبل القريب. وانا احنا تشرفنا حضرتك جدا والله، وجزاكم الله خيرا. انا اللي اتشرفت بيكم يعني، فشكرا جدا يعني، وشكرا للناس اللي حضرت معانا المحاضره، واتمنى ان يكون في استفاده يعني من الموضوع ويكون فرق معاهم بشكل او باخر يعني. شكرا جدا. شكرا لحضرتك جدا، جزاكم الله خيرا. شكرا لك، رعاية الله، السلام عليكم.